طيب حد عنده أي استفسارات قبل ما نبدأ؟ صباح الخير يا دكتور صباح النور بعد اذنك هو احنا المره اللي فاتت عرفنا ازاي نطلع البروبابيلتي بتاعت المشروع كام في الميه ان نسبه تنفيذه 80% في المية 85% مم. في المية. يعني ايه نسبه احتمال تنفيذه بجيبها من إحتمال من ايه يعني تمام طيب ثانيه نفتح بس الوايت بورد طيب هي فكره ال probabilities يعني احنا موضوع البروجكت بلاننج ده طبعا بيتم على الورق قبل التنفيذ الفعلي للمشروع يعني افترض انا كشركه مثلا نفترض شركه مولات واخده مشروع جديد والمشروع ده المفروض ان انا هبدا فيه مثلا السنة الجاية يعني واحد واحد مثلا عشرين أربعة وعشرين ده بداية المشروع فأنا ببدأ أعمل البلاننج من دلوقتي ببدا اخطط للكلام ده استخدم بيرت وسي بي ام عشان اعرف ايه الاكتيفيتيز بتاعتي وايه الـ Critical، ايه النون كريتيكال ايه اللي المفروض ان انا اهتم بيه ابقى عارف من البدايه قبل ما اخش على التنفيذ الفعلي المفروض اعمل ايه تمام فانا دلوقتي لو عايز احسب في الاتفاقيات وانت بتتفق مثلا على سبيل المثال الشركه صاحبه المشروع بتقول لك والله انا عايزك تخلص المشروع ده في مده سنه طب اذا معنى كده انا عايز احسب ايه البروبابيلتي اللي انا اقدر اخلصه في اقل من سنه تمام طيب. لو انا لقيت البروبابيلتي ده عالي مثلا 90% 95% اذا معنى كده يبقى في احتمال كبير ان انا اخلصه في المده المتفق عليها مجرد بس هبذل شويه مجهود زياده عشان اخلي النسبه دي تبقى 100% ان انا اخلص المشروع قبل ميعاده لكن لو انت مثلا هم بيتفقوا معاك ويقول لك عايزينك تخلصه سنه وانت جيت حسبت البروبيلتي لقيته 20% اذا معنى كده دي يعني حاجه مستحيله تمام عشان انت تزود من 20% الى 100% يبقى انت في هذه الحاله هتبذل مجهود زياده عن اللزوم محتاج مصاريف كتيره الامور دي كلها فهنا يبقى البروبيليتي نفسه بيفيدني في الامور دي يعني في بيفيدني في وقت الكلام كله اللي زي ما قلت الكلام ده كله بيتم قبل ما تبدا يعني تبني طوبه في المشروع قبل البدايه بثلاث اربع شهور على الاقل بنبدا نعمل بلاننج للمشروع تمام يعني انت دايما تلاقي حتى شركات المولاد بيعلنوا عن المشروع علشان يبدا فيه بياخد سنه يبدا يجمع شويه فلوس والكلام ده كله اثناء الفتره بتاعت تجميع الفلوس والدفعات اللي الناس بتبعتها تدفعها في الاول بيبدا يعمل بلاننج للمشروع ده فالبلاننج ان انا بحدد بقى السيكونس بتاع الاكتيفيتيز هيتم ازاي ايه هي الكريتيكال اكتيفيتيز اللي انا لازم بعيني عليها من البدايه عشان المدير المشروع المسؤول عن التنفيذ يراعي الكلام ده ان الحاجات دي ما تتاخرش لان تاخرها بيأخر البروجكت ككل وانك انت لو قدرت تخلصها بدري هتقدر تخلص المشروع بدري ككل. اذا ال الامور دي كلها بتفيدني زي ما قلت في مرحله ال ال البلاننج عشان ابقى عارف الدنيا هتمشي ازاي في المشروع. ده بالنسبه للاستخدامات ايه؟ طب عايز تعرف بيتحسب ازاي ولا انت عارف بيتحسب ازاي؟ عارف عارف بتحسب ازاي يا دكتور اه يعني عارف طريقة الحساب بس هي الفكرة كلها انك هتستخدمها في ايه تمام؟ هو صوتك بس واطي انا مش سامعك كويس فبس علي صوتك شوية عشان اسمعك تمام كده كده سامعك اتفضل لو انا عملت الدراسه بتاعتي وعملت مشروع اوكي ورحت لمديري وقلت له اوكي المشروع ده بنسبه مدته 25 يوم بنسبه لتنفيزه أو احتمال تنفيذه 95% تمام؟ هقول لي احتمال تنفيذه من ريسك ولا من يعني يعني السؤال نفسه لو سالني من ايه هقول له هي محسوبه كده وخلاص ان انا بجيب الديفيجن بتاع الديفيجن لا مش محسوبه لا مش محسوبه كده وخلاص لازم نفهمين معناها يعني انت دلوقتي نفترض دلوقتي انت خلاص حسبت المشروع وقلنا مثلا المشروع ده هيتنفذ في 25 يوم. هل هتقدر تنفذه؟ يعني لو الاحتمال 100% معناها ان انا بامكانياتي الحاليه بوضعي الحالي هقدر انفذه بنسبه 100% طب لو طلع الاحتمال 90% اذا انت بامكانياتك الحاليه في احتمال في ريسك او احتمال مثلا 5% او 10% المكمله انك انت ما تخلص المشروع في ميعاده اذا انت هنا probability ان انا انفذ المكمل بتاعه ده الريسك انك انت ما تقدرش تنفذ اذا انا لازم ابقى عارف من البدايه لو الريسك عالي لا انا ما اخشش في الاتفاق ده خالص يعني لو لقيت الريسك عالي ان انا مش هقدر انفذه وفي غرامات تاخير مثلا يقول لك عن كل شهر او عن كل يوم في غرامه تاخير 5000 جنيه اذا انت في هذه الحاله لو كان الاحتمال ان انا اقدر اخلص البروجكت في ميعاده 95% اذا في ريسك 5% انك انت مش هتقدر تنفذ في الميعاد اذا في احتمال 5% انك انت هتدفع غرامات طب انا عشان اتجنب ال5% الريسك دي ايه يبقى انا محتاج اهتمام اكتر بال... بالكريتيكال اكتيفيتيز احاول اخلصها قبل ميعادها مش في ميعادها بالظبط عشان اتجنب ال5% الريسك دي ان انا ادفع غرامات ادي ده ده, ده, ده ده المعنى ملاش معنى اكتر من كده يعني لو انت فاهم المعنى بالشكل ده فده كويس قوي. فهنا بتديني الريسك، يعني انا المكمل بتاع البروبابيلتي ان انا انفذ البروجكت خلال مده زمنيه معينه، المكمل بتاعها هو الرسك فلو كان في ريسك عالي، لا انا ما على الموضوع ده. افرض احطلك لك شرط جزائي كده مليون جنيه عن كل شهر ده اخير. وهي مدة تنفيذ المشروع لمدة سنة فأنت جيت حسبت البروبيلتي إنك أنت تخلصه في أقل من سنة طلعت 60% إذا معنى كده في احتمال 40% إنك هتدفع غرامات وغرامة ضخمة إذا لا أنا ما خاطرش بقى بالكلام ده يا إيه إما أحاول أقلل في غرامات التأخير يا إيه إما إن أنا أبذل بقى كل مجهودي إن أنا أخلص قبل الميعاد طب هنخلص قبل الميعاد ازاي؟ نبدا بقى نستخدم حته الكراشنج اللي احنا عملناه اشوف ايه الاكتيفيتيز اللي هي الكريتيكال ان انا اقللها وكل واحد اقلله بقد ايه بحيث ان انا اقدر اوفر فيه الوقت واخلصه قبل ميعاده تمام فدي قصة يا ده بيديلك مؤشر انك انت تقدم على المشروع ولا لا طب لو انا هقدم الحته بقى الفرق بقى ال 5% دي هعمل فيها ايه يبقى انا لازم من البدايه عارف ان احتمال خمسة في احتمال 5% ان انا ما اقدرش انفذ يعني احتمال خمسة في احتمال 5% ان انا هدفع غرامه طب ال 5% دي عشان اقللها نعمل ايه؟ زي ما قلنا بقى نبدا نستخدم ريسورسز اكتر نشغل الناس وقت اضافي في الكريتيكال اكتيفيتيز عشان اخلصها قبل موعدها عشان اخلص بدري بس هي دي الفكره فده بيخليك تشتغل وانت آه مطمن بس لكن لو انا لقيت البروبيلتي ان انا انفذ 20% يعني في ريسك 80% ان ادفع غرامات لا ده ده كده بقى انا ايه الاتفاق ده فيه حاجه مش مظبوط دي دي الفكره يعني. وضحت ولا محتاج توضيح اكتر هو بس صوتك بيعطى واطي قوي يعني قرب من المايك او علي صوت أو المايك, المايك عندك. واضح؟ تمام. شكرا أي استفسارات أخرى يا جماعة؟ الناس بدأت تشتغل في البروجكت بعت لكم أنا البروجكت الثاني هفروا معاكم كده إيه نفتحه كده مع بعض نفروا برضو كده. بصوا عليه عشان ده الجزء بتاع السي بي ام والبيرت فهنا انا جايب لك اه بروجكت البروجكت ده ان انا هبني مصنع وجايب اه لك انا ان عشان نبني المصنع في 20 اكتيفيتي هيتعمل وانا جايب لك اسامي ال20 اكتيفيتي اهو بالشكل ده وقايل لك ان ال20 اكتيفيتيز دول في حاجات منهم هتبدا ان وفي حاجات هتبقى ان سيريز يعني في حاجات لازم تخلص قبل حاجات وحاجات بعد حاجات وفي حاجات بتتم في نفس الوقت وده طبعا دورك انت اللي هتحدد الكلام ده وفقا للسيكونس اللي انت شايفه في المباني فانا قايل لك طبعا اول حاجه المطلوب انك انت هتديني بريف اوفر فيو عن الكريتيكال باث ميثود وبيرت اللي احنا درسناه تستعين بقى بالكتب والانترنت عشان تدينا فكره عن الكريتيكال باث ميثود وبيرت اللي احنا درسناه وبعدين بقولك لك ايدنتيفاي ا اللي هي البريديسيسور ريليشن شيب يعني انت هتقولي مين في دول هيب هيبدا قبل مين خلاص يبقى ده ايه اه ده دورك انت هتعمل الجروب يعني ايه هيبدا يحدد مين هيبدا قبل مين خلاص وبقول لك تيكينج انت كونسيدريشن ذات سام اكتيفيتي شود بيرفورم ان بارل يعني في حاجات بتتم في وقت حاجات ما حاجات ما علاقه ببعض زي مثلا لو انت الكهربائي شغال بيعمل في الكهرباء والسباك بيعمل في السباك طول ما علاقه ببعض لكن ما ينفعش بتاع المحاره والنقاش في نفس الوقت ده لازم المحاره الاول وبعدين وراها النقاش فانت الاكتيفيتيز واضحه ما فيهاش حاجه صعبه فانتوا تقعدوا بقى مع بعض كده قاعده هي دي اللي هتاخد منكم الوقت انك انت تحدد مين قبل مين ومين بعد مين تمام وترسم الرسمه بتاعتك وتحدد التايم فده انا سايبه كل ده الدور اللي انت هتقوم بيه يبقى انت تحدد علاقه البريديسيسور مين قبل مين ومين بعد مين اللي انت هتغذي الكمبيوتر بيها بعد كده وبقول لك بروفايد ريليفنت انفورميشن اباوت النورمال تايم والكراش تايم والنورمال كوست والكراش كوست هتبدا تمسك كل اكتيفيتي من دول وتحط له تايم اهو ادي الاكتيفيتيز هقول مثلا التايم وانا قايل لك التايم هيبقى بان يونت اوف تايم قايل لك ويكس تقريبا اهو اهو تايم شود بي ان ويكس جميل إيه انت مثلا هتقول ايه ادي انتوا إيه. عارفين النورمال تايم time تايم النورمال تايم ان انا بالريسورس بتاعتي العاديه اقدر اخلص الاكتيفيتي ده في قد ايه طب لو انا ضغطت على نفسي اقدر اخلصه في قد ايه يبقى مده اقل يبقى النورمال تايم نفترض مثلا ثلاثة اسابيع يبقى الكراش تايم مثلا اسبوعين خلاص مش مش شرط طبعا يبقى الفرق واحد زي ما انت عايز حط الفروقات اللي انت شايف الكوست هيبقى النورمال كوست اعلى اقل من الكراش كوست يعني الكراش تايم اقل من النورمال تايم لكن الكراش كوست اعلى من النورمال كوست ليه عشان تقلل الزمن لازم استخدم ريسورسز اكتر فهدفع فلوس اكتر فمطلوب منك كل زمن اعمل بقى على الاكسل شيت كده حط فيها ال 20 اكتيفيتي دول وحط ادي النورمال تايم وادي الكراش تايم وادي النورمال كوست وادي الكراش كوست وحط ارقام اصفار يعني مثلا 10000 و مش, مش عايزين فراكشنز او كلام من ده يعني سهل على نفسك الامور وانا أعطيك لك رينج يعني قايل لك التايم بالاسابيع والفلوس اعتقد قايل لك من 10 لأيه او لو قلتش الفلوس فانت بس ايه حط الفلوس ايه بأرقام صحيحة كده، تمام؟ يعني سهل ليه الأمور. فأنت هتحط لكل activity two times وتو كوست cost and then use the critical path method to analyze the project وهتحدد بقى كل اللي إحنا عملناه في الـ على السوفت وير، هو يحسب لك طبعا كل حاجة بس أنت المفروض ت analyze الكلام ده. خلاص يعني هتحسب التوتال تايم ده هو اللي هيعمله وهتحدد ايه هي الكريتيكال اكتيفيتيز وهتحدد لكل اكتيفيتي الاربعه تايم اللي احنا اه بنعملهم اللي هو الايرلي ستارت الايرلي فينش الليت ستارت الليت فينش فكل ده طبعا بت بتحدده وانت شغال السوفت وير برضه هو اللي بيعمله زي ما قلنا اه قبل كده وبعدين تعمل الكراش اناليسيز الكراش اناليسيز يعني انت التايم اللي هيطلع في البدايه ده التايم وفقا للنورمال تايم طب لو احنا بدأنا نعمل كراشنج هو برضو السوفت وير يعمل لك كراشنج بحيث تقدر تحسب لي انا اقدر اقلل البروجكت ده من كام إلى كام والتكاليف اللي هتترتب على كده قد ايه وانهي اكتيفيتيز هنقللها عشان نوصل للتايم لاين طبعا كل ده السوفت وير بيطلعه في الاوتبوت كل عليك تاناليز بقى الكلام ده وتكتب الكلام ده الجزء الاولاني الخاص بالسي بي ام بعد كده بقى الجزء اللي خاص ببرت هتبدا بقى تحط ثلاثة تايم ان بيرت زي ما قلنا ده بروبليستيك او ستوكاستيك فانت بتحط لي بقى بيقول لك بروفايد ريليفنت انفورميشن اباوت الاوبتيمستيك تايم البيسمستيك تايم والموست لايكلي تايم فانت برده ترجع عامل اكسل شيت تمام وترفق طبعا الاكسل شيت دي في البروجكت يعني انت ايه تاخدها كوبي بيست وتحطها في البروجكت برده هيبقى عمود في الاكتيفيتيز وعمود في الثلاثه تايمز اللي هو الاوبتيمستيك والبيسمستيك والموست لايكلي تايم طيب. طبعا لاحظ ان الاوبتيمستيك ده اقل واحد فيهم والبيسمستيك ده اعلى واحد فيهم والموست لايكلي حاجه ان بتوين مش لازم في النص بالظبط لكن لازم الموست لايكلي تايم طيب لازم يكون اعلى من الاوبتيمستيك واقل من البيسمستيك فلازم تحط ارقام لوجيك واستخدام اللوجيك في الارقام ده عليه درجات تمام يعني الناس تهتم وهي ده اللي هياخد منك وقت في البروجكت تقعدوا كده قعدتين كده كل جروب مع بعضه يقعد قعدتين تمام هيخلص الكلام ده الباقي بقى شغل الكمبيوتر ده مش هياخد مننا ايه اي ايه 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 وقت خالص على اه السوفت وير وبعد كده الاناليسز الدور ما بعد السوفت وير دي جايدز بس بقول لك ايه فايل اكسبكتد تايم لكن السوفت وير هيطلع لك الحاجات دي واكتر كل اللي هيطلعه السوفت وير هتبدا ايه تعمل له اناليسز و تشرحه في شكل ريكومنديشنز للشركه وكده فبقول لك هات بقى الاكسبكتد تايم طبعا السوفت وير هيطلع اوتبوت كتير دي مجرد بس شويه جايدز خلاص الاكسبكتد تايم لكل اكتيفيتي والفاريانس بتاع كل اكتيفيتي السوفت وير يحسبها بالقوانين اللي انا هطلعها لك في المحاضره وهنحسب الاكسبكتد تايم او الافريج تايم بتاع البروجكت ككل والفارينس بتاعه وزي ما قلنا ده بيساوي السميشن بتاع الكريتيكال اكتيفيتيز سواء كان على الافريج او الفارينس فبرضه السوفت وير بيحسب لك الكلام ده وبعدين بقول لك بقى ايه يحسب لي البروبابيلتي التالي عايز اجيب اهو ذا كومبليشن تايم اوف ذا بروجكت هنا بقول لك اه اسيوم ان الاكس هو الكمبليشن تايم اوف ذا فانا بقول لك جيب لي probability ان الـ الاكس اقل من الـ, من الـ زائد 5 ايه بقى الـ دي؟ الـ هو الاكسبكتد الـ تايم اللي انت هتطلعه انا قايل لك معنى الـ T اهو تحت فطبعا انا كاتبها تي لان كل جروب المفروض هيحط تايم مختلف انا هنا ما رضيتش احط لكم حاجه عشان موضوع النقل من بعض انا بقى على قد ما بقدر بدي لك انفورميشن بحيث كل جروب طبعا ما تقوليش بقى توارد افكار الاقي كل الارقام اللي هنا هي اللي هنا طبعا في هذه الحاله هسقط 2 جروبس على طول بدون ما سأل مين اخذ من مين طبعا ما اعتقدش يعني ان كل الناس هتحط نفس الارقام بالمية الدنيا مفتوحه قدامك اهو اكتب الارقام اللي تعجبك وبالتالي انت مثلا طلعت الاكسبكتد تايم بتاعك اللي هو التي طلع 100 يبقى انا في هذه الحاله عايز اجيب البروبابيلتي ان الاكس اقل من 105 يبقى تعوض عن التي بالقيمه اللي انت هتطلعها وبالتالي كل جروب هيطلع تي مختلفه لان يعني كل جروب حاطط تايم مختلف وبعدين عايز اجيب البروببلتي ان الاكس اكبر من t زائد 10 فلو تي ب 100 يبقى عايز اجيب الاكس اكبر من 110 وبروببلتي ان الاكس اكبر من تي ناقص 3 الاكس تي ناقص 7 بعدين الاكس ما بين تي ناقص 5 و T, t, t زائد 2 هتعوض عن التي بالرقم اللي انت هتطلعه وتحسب لي البروببلتيز ووريتك ازاي تستخدم السوفت وير في حساب الـProbabilities وانا بقول لك هنا Where T is the expected time of the بروجكت طبعا كل بروجكت او كل مجموعه هيبقى لها تايم مختلف. المفروض بقى تنتربت وات... وت analyze كل الريزلتس الخاصه بالبيرت و سي بي ام وتبدا تحط ريكومنديشنز للتوب مانجمنت بيزد على الأناليسز اللي انت بتعمله. ودي الجايد لاينز بتاعة الايه؟ السبميشن بولك Prepare a well structured report that include an introduction methodology, methodology اللي هو to CBM يعني، والـ Analysis with Results Recommendations ده اللي بيبقى sections سكشنز خاصة بالكلام ده في الـ الـ ال Use appropriate tables, charts and mathematical equations أي معادلات، أي جداول، أي chart حطها في الـ project زي ما أنت عايز كل الجروب يعمل اللي هو عايزه انكلود اني اسامشنز اور كونسترينز كونسيدرد عايز تحط اي اسامشنز اي كونسترينز عايز تحطها حطها وبقول لك طبعا هتسميت سوفت كوبي بي دي اف وهتحط طبعا الداتا بتاعه الايه السوفت وير اللي هو الفايل بتاع السوفت وير طبعا كل كله هيتجمع بقى في فايل واحد يعني جمع لي حط بقى تايتل كده في البروجكت هنبدا مثلا بالترانشيمنت خلصتها كل تفاصيلها عنوان تاني مثلا هنتكلم على السي بي ام و وهكذا كل موضوع يعني هتجمع كل دول في بروجكت واحد في الاخر واعطي لك ادي الجريدنج جايد لاينز كمؤشر انت عارف انت ايه الدنيا ماشيه ازاي ودي الجينرال جايد لاينز بتاعت البروجكت ككل تمام ان يبقى هيبقى كله بي دي اف فورمات ويبقى في كفر بيج عليها اسامي الطلبه الرباعيه والاي دي بتاعهم ويبقى في تيبل اوف كونتنتس للبروجكت ويبقى في ريفرنسز تمام آه للحاجات النظري اللي انت هتعملها طبعا ونستخدم اللي هو Harvard ستايل ولو في اي ابندسيز عايز تحطها حطها ده كده ايه كل البعض. الكلام ده بينطبق طبعا على الموضوعين او التو بروجكتس اللي احنا خدناهم اللي هو الترانشيبمنت و بيرت و وان شاء الله برضو الموضوعات بتاعه النهارده هنعمل لك حاجه مشابهه كده برضو بنفس الايه حد عنده اي استفسار في الكلام ده دكتور هو ايه هارفارد ستايل ده ماشي مش هنشوف نعم هو ايه الهارفارد ستايل الحرب. الطرق كتابه المراجع كتيره تمام منها الهارفارد ستايل الهارفارد ستايل اللي هم بيسموه اللاست نيم والسنتر يعني هو تقدر تقول الهارفارد ستايل اللي هو اللاست نيم قما الير يعني انت مثلا كاتب باراجراف اهو وعايز تقول لي الباراجراف ده انت جايبه منين ايه؟ فتيجي في اخر الباراجراف وتكتب لي مثلا ايه اه راغب اهو كوما سنه 1990 يعني ال الكلام ده جاي من المرجع اللي اسمه راغب بيتكتب اللاست نيم والسنه 1969 وبيبقى عندك ليست اوف ريفرنس بقى في الاخر خلاص الليست اوف ريفرنس دي هتلاقي ايه بتبدا براغب كومة وبعدين الفيرست نيم ده, ال ال style. ده, ده نظام الهارفارد ستايل هو النظام ده مش نعم. نفسه ده من بيبر مثلا اي ما البيبر ما اي هو المرجع يعني مش كتاب المرجع يعني بيبر يعني كونفرنس يعني كل دي مراجع. تمام. فمين اللي مؤلف البيبر ده؟ فلان، فتكتب اللاست نيم بتاعه. ولو نفرين يبقى اللاست نيم بتاع الأول، And اللاست نيم بتاع التاني. أكتر من اتنين بتستخدم كلمة إيتال. يعني افرض أنا معايا راغب مثلا ده معاه اتنين كمان. هتتكتب كده, كده، يبقى راغب إيتال، خلاص؟ يعني وآخرون يعني، وبعدين تسعمية 1990. هبعت لكم جايد كده صغير في الطريقه دي يعني هبعتلكو. اه يعني هبعت اه هبعت لكم جايد كده صغير في الطريقه دي تمام ازاي تكتب الريفرنسز سواء كان ده بنسميه السايتنج اللي هو جوه المرجع تمام وفي ليست اوف ريفرنس اللي هي طريقه في الكتاب والطريقه دي دي لو انت هتكتب المرجع في اخر الباراجراف طب افرض عايز اكتبه في اول الباراجراف اول باراجراف مش هيتكتب بقى كده يعني في نهايه الباراجراف تكتب الكلام الاول وفي اخره تقول انت جايب الكلام ده منين راغب 1999 بين قوسين طب افرض انا عايز اقول ان راغب 99 قال كذا تقولها ازاي اهي يعني تتكتب كده لو انا عايز اقول في بدايه البراجراف طول المرجع في الاول ما المرجع بتاع في اول البراجراف يا في اخر البراجراف فبكتبه كده فهقول كده اهو راغب 1990 بص السنه بس هي اللي بتبقى جوه القوسين يبقى راغب 1990 مثلا منشند او ستيت ذات او مثلا انلايزد ذات او اكسبلور ذات كده اللي هي الايه الافعال اللي بتتقال وطبعا بتتقال في الماضي خلاص تتقال في الماضي راغب 1990 ديسكاست ماشي ذا ريليشن شيب بتوين كذا كده يبقى ده في اول المرجع يتكتب في اول باراجراف يتكتب كده اللاست نيم والسنه هي اللي بين قوسين بس خلاص وبعدين تقول الفعل والفعل يكون في الماضي يبقى راغب مثلا 99 ديسكاس كذا mentioned كذا سيد آه كذا مثلا آه مثلا investigate the relationship between بتوين كده, كده. واخدين بالنا فادي ده في بدايه الباراجراف لكن لو في اخر الباراجراف بتقول الكلام وفي اخره خالص هتحط ايه اللاست نيم والسنه ما بين قوسين وبينهم قوم وبينهم كوم وساعات البعض بيحط سيمي كولون لكن الكوما هي الافضل ادي دي طريقه الايه السايتنج دي بنسميها السايتنج خلاص طب انا لما اجي بقى في الاخر الـ هكتب الليست اوف ريفرنسز بتتكتب ازاي هتكتب راغب، خلاص بداية بحيث ايه ان ويبقى الليستة مترتبة ابجدي بحيث لو انا لما اقرا جوه الموضوع راغب يبقى انا ارجع اوف ريفرنسز على حرف الار الاقي راغب بعدين راغب قمة بحط الانيشال بقى اسم محمد عبد السلام ادي ام نقطة ايه خلاص يبقى دي راغب قمة ام ايه يبقى بيبدأ باللص نيم بعدين قمة الانيشالز بقى دي بنسميها انيشالز خلاص يبقى اول حرف من ايه من الاسم محمد عبد السلام راغب او حرف واحد تمام محمد راغب يبقى ام وخلاص تمام وبعد كده بنحط بقى السنة شوف بقى هنا بقى السنة تبقى فين اهي مثلا 1990 خلاص وبعد كده يا اما نقطتين يا اما كذا في حسب بقى الكتاب والبيبر والكلام من ده ونقول اسم البحث تمام وبعدين اللي هي النشر بقى انهي فوليوم وانهي ايشيو والكلام ده كله لو مجلد لو كتاب هيبقى انهي ايديشن وخلاص على كده والناشر لو في اسم الناشر معروف ادي آه دي دي الطريقه فانا هبعت لكم سمري كده عن الايه الهارفارد ستايل كام ورقه كده تبقى عارف بس فكرتها ايه الهارفرد ستايل تمام طب دكتور يعني في, هو... في طريقه ثانيه اللي هي الطريقه الامريكيه مختلفه شويه دي دي بيسموها الطريقه الانجليزيه اتفضل يعني انا انا بس كنت عاوز اقول ان يعني هارفرد هستخدمها لو انا هنشر البيبر ديت او البحث دوت انما هل ممكن ان انا بس احط اللينك بتاع البي دي اف او السورس اللي انا جايب منه على طول في الريفرنس لا بحيث ان كليك يوصلك عليها على طول؟ لا ما بيتحطش كده يعني الهارفرد ستايل ماشي. بتبقى بالشكل ده فانت هتعملها بالشكل ده عشان تتعود عليها بس ماشي سهله يعني مش مش موضوع يعني يعني مش موضوع تمام طب بالنسبه للاكتيفيتيز لو اتفضل 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 بالنسبة بك... للأكتيفيتيز ترتيبها هل ممكن أغير الترتيب ولا أحافظ على الترتيب؟ ده مش ترتيب التنفيذ اللي أنا جايبه ده مش ترتيب التنفيذ يعني ممكن تغير شوية مفيش مشكلة لو أنت شايف فيه لوجيك إن حاجة بتتم قبل حاجة أوكي تمام يعني ده مش شرط يكون هو ده الترتيب اللي أنت هتنفذ بيه يعني مثلا تحديد الأهداف أكيد هيبقى قبل الفيزابيلتي ستادي لا تمام مثلا 12 و13 اه تقدر عادي تقدر تبدل يعني ده مش ترتيب تنفيذ المشروع 12 يعني معلش دكتور لو تدينا درافت بس كده عن الاكتيفيتيز ديت لان احنا مش كلنا جايين من خلفيه سيفل فبالنسبه لنا يعني مثلا التوتال كومبليشن تايم احنا مش عارفينه فمش عارف هل هو الـ إيه؟ هل هو سنه التوتال كومبليشن تايم بتاع المشروع وترتيب الاكتيفيتيز آه. بالنسبه لنا هتبقى يعني مش عارفينها كويس لان احنا مش خلفيه مدني فلو انا انا مش خلفيه مدني دلوقتي. ولا حاجه انا انا بس. انا زيك انا بيزنس ولا خلفيه بس لما شفتهم لقيتهم منطقيين لا يعني, يعني لو انت عارف معلومه بالانجليزي الموضوع سهل خلاص اتفضل اوكي يعني انا قصدي مش مطلوب في البروجكت ما قاليش مثلا انا عاوز اخلص المشروع في ست شهور فبالتالي انا هاخد بقى الساعات واوزعهم على الاكتيفيتيز ديت مين اللي قال لك هتوزع كده انت ما توزعش ست شهور هتوزعها انا بقول لك حط الاكتيفيتيز دي بالاسابيع ده اسبوعين ده ثلاثه بس يكون لوجيك وفي الاخر هو هيحسب لك هيخلص قد ايه يخلص فاهم الفكره مش يعني. مش المفروض يبقى مثلا في توتال كومبليشن تايم وانا اشتغل عليه ولا لا. مش محدد التوتال كومبليشن تايم لا مش محدد ده بيتحسب بعد الاكتيفيتيز يعني ده بيتحسب ده بعدين يعني انت الاول ب... بتفكر تحط مدد لكل اكتيفيتي انت مش عارف المشروع هيخلص في قد ايه حسب انت المدد اللي حطها هو هيحسب لك المشروع ده هيخلص في قد ايه بس يعني مش لازم انت من البدايه أبقى انا حاطط هدف ان انا عايز اخلصه في سنه لا مش لازم ونفس ببطل. الكلام بالنسبه للبادجت انا مش عارف نفس الكلام فيه. بالنسبه للبادجت ايوه ما انا بقول لك احط ارقام صحيحه 10000 7000 12000 10 باي لوجيك كده يعني انت مثلا ما تقوليش مثلا ايه هنشتري مكن تحط لي ب 2000 جنيه وهنعمل دراسه جدوى بمليون جنيه لا يعني ايه بقى لوجيك بس في الارقام واستخدم ارقام سهله يعني مثلا اكوار اللاند فور فاكتوري. اه أش... الارض خلاص فحط رقم لوجيك للارض يعني بس هو ده المقصود يعني يعني معلش ده دكتور. هي الحته بتاعت شراء الارض والديزاين مم. انا مش عارف هل ممكن يعني الاتنين يمشوا مع بعض ولا لازم حاجه قبل حاجه يعني الحته دي برضو مش فاهم لا اكيد هتشتري الارض الاول لان لما يجي يعمل لك ديزاين للمصنع اكيد هيعمله على الارض يبقى لازم الارض تكون موجوده ولا انت شايف ايه هل تروح بل تعمل بل... تروح مكتب بيعمل لك ديزاين لعماره ما عندكش ارض اصلا لازم الارض موجوده عشان هو بيعمل الديزاين على الارض فلازم يبقى الارض تتوجد الاول وبعد كده يتعمل الديزاين طيب الفيزابيليتي وال والفاندنج والفاينانشال ريسورسز يعني مش عارف ايه ممكن الاثنين يمشوا مع بعض ولا دكتور ممكن يعني مثلا اول اول ثلاثه اتفضل حد كان يبقى في خيار تاني زي البروجكت اللي فات ان يعني مثلا احنا نختار 20 اكتيفيتي مثلا من من المجال اللي احنا شغالين فيه مثلا ده هيساعدنا على الاقل في الريكومنديشن والاناليسيس شويه يعني يعني عايز بدل الاكتيفيتيز دي كل الناس تحط 20 اكتيفيتي مختلفين في ال في البروجكت يبقى خيار تاني يعني الناس اللي عاوزه تشتغل على ده آه اوكي لو عاوز يشتغل مثلا على حاجه اللي شغال في جزء الاندستر اللي شغال في جزء آه... ما فيش مشكله ماشي ما فيش مشاكل وهنحدد يعني لو برضو حد الـ شايف ان الـ... 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 <applause> اه يعني لو حد شايف ان الموضوع المباني ده صعب بالنسبه له وعايز يحط هو فكره بروجكت تاني باكتيفيتي ثانيه 20 اكتيفيتي برضو ما فيش مشكله عايز يزود عن 20 ما فيش مال لكن ما يقللش عن 20 دي برضو اوبشن تاني ما فيش مشكله شكرا لك هو لو حضرتك يعني يعني مش حابب ان انت تغير ال البروجكت ممكن مثلا حضرتك تقول لنا مثلا يعني النقطه دي ممكن اعملها عادي برجل عادي انا مش فارق معايا يعني بحيث ان هي مش... تبقى سهله فارق. عليك واحنا نحط الارقام يعني لا هي... هي هي سهله انت ليه مستصعبين الموضوع يا جماعه انا انا بزنس يعني انا بيزنس ولا مهندس ولا مدني ولا الكلام ده كله بس لما قريت الحاجات لقيتها لوجيك سهله جدا ان الواحد يحط لها ترتيب ويحط لها ارقام تقريبي يعني انا مش شايف ان في صعب يعني الترتيب يعني مثلا هنا رقم 13 و 14 اكيد هتبني الحيطه والسقف قبل ما تركب البيبان والشبابيك تمام طب التركيب الحيطه والسقف هتبقى اغلى 12 و 13 بس ده يكسر طيب انستول اتكلم عن ال... تبني الحيطه الاول بعد كده البلامنج او الكار اه اعتقد آه برضه يا دكتور يعني ويا جماعه اي حد هيسال مهندس صديق لي يعني هيقول له دي هيديله الترتيب يعني مش قصه فظيعه يعني لو كلنا لينا اصحاب ما... مهندسين بالظبط كده هو هو الموضوع ان ده يعني من واحد ل 20 مش هو ده الترتيب اللي لازم تيه في حاجات ترتيبها اه منطقيه وفي حاجات انت عكسها مفيش محدش قال لك ما تعكس عكس ما انا اقول لك اهو في حاجات بتتم ان سيريز وحاجات ام بارلل والكلام ده كله ده ده وارد دكتور, ل... دكتور لما نيجي نعمل الملفات اللي هي الخاصه بالبوم يعني فهتطلع كذا ملف هنرفق كذا ملف كده يعني احنا هنعمل أيوة واحد و سي ام نفسه فيه كراش و اه لأ الملف الداتا هي الداتا واحده يعني الداتا بس لما انت ها لما بتخش تعمل يا فندم كراش مثلا بت... بتسيب بتسيب الداتا بالنورمال بالنورما كراش مظبوط اه يعني تمام. بتبقى مدخلين ما الداتا الاصليه اللي انت بتدخلها اللي آه هي آه. في فيها الاكتيفيتي البريديسيسور والنورمال تايم الكراش تايم هو ده الفايل بتسيبه وت... وتسميه يعني اسم, اسم لما مناسب كراش تايم انت بتطلب حاجه جديده لازم ملف بيطلع ملف كراش ما بيطلعش يعني فاهمني حضرتك فهنكتب ملف كراش وملف للعادي وملف للبرت وملف لو اي حاجه ثانيه يعني ايوه ملفات ملفات سوفت كوبي وسميها اي اسم زيارة. مناسب اه يعني و... هي الداتا دي حاجات صغيره جدا يعني مش حلوة. عايز الاوت بوت يعني عايز الداتا الاصليه اللي انت هتدخلها بس تمام طب في حاجه ثانيه حضرتك قلت الاثنين يتجمعوا يعني الـ 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 البروبلم هيبقوا في ملف واحد بي دي اف ولا نخليهم في ملفين زي ما احنا شغالين هيبقى اسهل شويه ليه كله, كله شو في الاخر يتجمع يعني يعني اعمل كل واحد لوحده كل واحد لوحده بعدين افتح فايل كوبي بيست كله ورا بعضه خلاص اوكي يعني كله ملف واحد بي دي اف عشان اما انا افتح يعني اقعد اقرا فايل واحد تخيل إيه. انت بقى لما اقعد خمس ست فايلات ل, ل... فبتبقى كتيره بالنسبه لي فهو انت هتشتغل كل حاجه لوحدة كل حاجه لوحدة تمام خلصت أه. فايل وورد جمع فيه كل ده ورا بعضه بس واعمل حسابك ان في كل اساينمنت وحاطط تايتل عشان يبقى التايتل ده الفاصل ما بين بين ده وده ورا بعض عشان لما افتح تبقى الحاجه ورا بعضها بس كده طيب هو انا في سؤال في البروبايلتي بعد باذنك برضه معلش ومحرك مثلا حضرتك قلت مثلا تي اقل من تي زائد 5 مثلا لو 100 هتبقى اكس ناقص ميو بقى 105 ناقص 100 برضو صح كده؟ ما الميو هي التايم يبقى لو التايم بتاعنا 100 يبقى 100 زائد 5 ناقص 100 التي هو التايم اه اه يعني التي هتبقى ثابته انت هتحسبها هتحسبها اللي هو البروجكت كومبليشن تايم طلع 100 خلاص من الكل بقى من الايه لغايه الاي شيل التي وحط 100 واحسب الرقم ماشي يعني اول واحدة تبقى 105 اللي بعدها 110 اللي بعدها 97 اللي بعدها 93 اللي بعدها أمان. 95 و102 تمام انا قصدي 100 الاكس ناقص 100 يعني 105 ناقص 100 على سجمه مظبوط كده؟ اه اه ايوه هتحول الاكس آه. الى زد انا بتكلم هنا بس الاول بدلاله الاكس هتيجي انت شايل التي من كل دول وتحط مكانها ليه؟ الرقم اللي طلع لك نفترض اللي هو ال بقى انا عايز اجيب البروببلتي ان الاكس اكبر او اقل او تساوي من رقم طب بقى القاعده يبقى الاكس بتحولها الى زد يبقى بتشيل ميو وتقسم عليه على ايه على سيجما بس انا قصدي هتطلع كلها الارقام ثابته برضه في الاخر خمسه و10 يا دكتور يعني نفس الارقام اه قصدك هتبقى 5 و10 مفيش مفيش مشكله مفيش, آه مفيش, مفيش طيب. عشرة. طيب طب دكتور بقى لازم لو طلع الرقم القيمه لو انت عايز تكبرها ممكن بدل تين خلالك 2t 3t 1.5t مش هتفرق هو بس نشوف طريقه الايه الاستخدام مش اكتر يعني اتفضل لا انا بكد حضرتك على حاجه ان هو مثلا لو القيمه طلعت مثلا 6 7 احنا قلنا أكتر, اكتر من 4 ب1 فاكيد هي هتبقى 1% ومش موجوده في الجدول يعني صح كده تمام تمام انا فهمت قصدك انا فهمت قصدك ايه انك انت هنا دي هتبقى 100 وبعدين بجيب عايز اجيب probability ان الاكس اقل من 105 فبتحولها الى زد فخلي بالك الزد ليها سكيل مختلف عن الاكس ايوه تمام الزد ليها سكيل مختلف عن الاكس ده حاجه وده حاجه الزد من صفر لاربعه او من ماينس اربعه لاربعه ده الزد الاكس اي ارقام فعشان كده هتلاقي ايه يعني هيطلع لك ارقام برضو آه كبيرة بس مش صغيرة يعني تمام شكرا جزيلا دكتور بالنسبه للكراشنج الكراشنج المفروض ان هو يحصل للاكتيفيتيز على الكريتيكال لاين بس اه هو بيعملها طبعا هي اللي بتقلل لو... الزمن لو بره ع... لو, كريش... لو عمل كراش لو عمل كراشنج للاكتيفيتي مش على الكريتيكال يبقى ده عم إن... كده آ... عموما يعمل حل... كده حصلت معايا فمش مش عارف ايه السبب ان حصل لا 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 ما انا هقول لك هقول لك هقول لك هو دلوقتي انت لما بتبدا مثلا افرض انا عندي الكريتيكال باث كان طوله 20 خلاص كده؟ وفي واحد انت عارفين احنا قلنا الكريتيكال باث هو اطول مسار فاطول مسار طوله 20 وفي بعديه مسار طوله 18 ماشي كده؟ هو لما يقلل يومين أما يقلل يومين على الكريتيكال باث أصبح الكريتيكال باث بقى كام؟ بقى 18 وعندك في واحد تاني 18 يبدأ بيقلل على الاتنين. إن آه ممكن يكون إن يعني إن إن ده السبب يعني. ال... آه 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 اللي ما كانش هيبقى هو في الأول ما هوش كريتيكال باث لكن لما بدأنا قللنا زمن المشروع من 20 ل 18 قللناه يومين بقى أصبح عندي كام كريتيكال باث؟ 2 عشان يقل زمن المشروع لازم تقلل الاثنين ات تايم يعني لازم تقلل يا اما اكتيفيتي مشترك على الاثنين يا اما واحد من هنا مع واحد من هنا يعني ممكن ارجع لو محتاج ارجع ارسمها مثلا على الكراش تايم على اساس ان انا اشوف هل فعلا الكريتيكال اكتيفيتيز او كريتيكال باس اتغير او في اكتيفيتيز دخلت أتغير زياده ولا لا ها؟ ايوه بيخش معاه باس جديد مش بيتلغى القديم يعني انت نفترض انت حسبت كل الباث اللي عندك في النتورك طالع 21 118 115 خلاص كده فانت بتبدا عشان تقلل زمن المشروع هتبدا بمين بالكريتيكال باث اللي هو ال20 هتقلله يبقى 19 كده مين عندك الكريتيكال ما زال هو لان هو ما زال اعلى حاجه قال لي بقى بقى 18 كده بقى عندك كام كريتيكال باث 2 طالما عندك اتنين عشان تقلل زمن المشروع يوم يوم يبقى لازم يا اما اكتيفيتي مشترك على الاتنين تقلله يوم او واحد من هنا واحد من هنا تقلل ده يوم وده يوم المشروع كله يقل يوم رغم انك انت قللت تو اكتيفيتيز ده يوم وده يوم بس عشان هما مش مشتركين في نفس الباث في الاتنين يعني فانت في هذا الحاله يبقى واحد من هنا واحد من هنا وصلنا 18 حتى انك تنزل بالاتنين ابو 18 بقى دول بقى عندي اتنين طولهم 18 هتنزل باثنين مع بعض مع بعض لغايه ما توصل ل 15 بقى عندك كام بقى دلوقتي؟ تلاتة. فعشان تقلل زمن المشروع يوم يا إما نشاط مشترك على التلاتة يا إما واحد من هنا مع واحد من هنا مع واحد من هنا أو واحد مشترك في اتنين مع واحد من التالت. وأبدأ أنزل لقينا خلاص مفيش يبقى كده آخر حاجة ما تقدرش تقلل أكتر من كده. ده اللي بيعمله السوفت وير. يعني ده اللي لأنك أنت لو خدت أبو 20 ده وقعدت تقلل فيه لوحده خلاص لغايه 18 كده الزمن مش هيقل انك ما خدتش الحسبان بقى في واحد تاني كريتيكال اعلى من إن اللي انت عملت تقلله فعشان كده انا دايما وانا بقلل عيني على تاني واحد 20 اللي بعديه 18 يبقى تاني ايه هنزل من 20 ل 19 من 19 ل 18 اول ما وصلنا 18 تقلل تاني بتاخد المسارين مع بعض تقللهم بتاخد الاثنين مع بعض تقللهم ازاي يا إيه اما واحد مشترك على الاثنين يا واحد من هنا مع واحد من هنا وتاني اقللهم لغايه ويبقى عينيا اول ما اوصل ل 18 عينيا على اللي بعد ال 18 كام؟ اللي بعد ال 18 كان 15 يبقى همسك الاثنين اللي هم بقوا 18 هقللهم يبقى 17 هقللهم يبقى 16 هقللهم يبقى 15 وصلنا 15 كده بقى عندي كام مسار؟ 3 3 كريتيكال الثلاثه قد بعض طولهم 15 عشان نقلل عن ال 15 يبقى يا اما واحد مشترك في الثلاثه أو واحد مشترك في اتنين مع واحد من التالت أو من كل واحد واحد. ويبدأ تقلل ويبقى عينك على اللي بعده وهكذا. فعشان كده هو في الأول بدأ بالكريتك اللي كان عندك ولما نزل للباث اللي بعده بدأ ايه يشتغل على الاثنين وهكذا. فهمتها كده؟ اه تمام كده. طب استأذنك في سؤال تاني على شيبمنت. الوقت لو أنا أوه. عندي في الترانسبمنت خلينا بس الأول يعني في حد عنده أسئلة هنا في الحتة دي تاني يا جماعة؟ قبل ما ننقل في موضوع تاني المسار اللي هيظهر بعد كده ممكن ما يكونش كريتيكال ويكون هو اللونجست باص ساعتها يعني انا كان عندي 23 م. 23, م. 23 ويك مثلا ده كان الكريتيكال باص ما فيش اي سلاك تايم فيه فابتديت اعمل تمام مثلا وقللته مثلا لغايه 20 وكان عندي مسار 21 بس هو ما كانش كريتيكال باص من الاول هو بس دلوقتي بقي لونج اللونجست باص لا مفيش حاجه اسمها كان من الاول ومن الاخر انت دلوقتي اخر اول اطول حاجه 23 هو ده بالنسبه تمام. لك الايه الكريتيكال مظبوط يا عيني على اللي بعده اللي بعده طوله كام 21 تمام مظبوط مظبوط طيب يبقى انت هتقل من 23 ل 22 ما زال هو الاعلى هقل مزبوط. من 22 ل 21 اصبح بقى عندك اثنين زي بعض بقى في اثنين كريتيكال باث بقوا اثنين دلوقتي ما بقاش واحد يعني الجديد اللي ما كانش كريتيكال اصبح دلوقتي كريتيكال لان زمن المشروع بقى 21 تمام فبتاخد بقى الاثنين ال 21 دول وتنقصهم مع بعض ويبقى عينك على اللي بعد ال 21 تمام نفترض اللي بعد ال 21 18 يبقى همسك الاثنين دول قللهم مع بعض من 21 ل 20 من 20 ل 19 من 19 ل 18 وصلنا 18 اصبح دلوقتي عندي 3 18 اصبح الثلاثه بقى هم الكريتيكال امسك الثلاثه وانزل بيهم بقى بس ادي القصه عشان كده بتلاقي الكراشنج إيه واقف عند حته معينه خلاص كده لا انت لاقي اكتيفيتي مشترك على الثلاثه ولا لاقي واحد مشترك مع ولا لاقي من كل واحد واحد كله خلاص وصلت للحد الادنى النورمال تايم خمسه والكراش ثلاثه يبقى مش هتقدر تقلل اكتر من يومين خلاص يبقى ده قفل مش هتقعد ماشي معاه الى ما لا نهايه دايما عينك على الكراشنج النورمال تايم كام والكراش تايم كام فهي عايزه تركيز شويه لو بتتعامل بالايد سوفت وير بيعملها مظبوط لكن لو انت بتعملها بيت عايز تركيز جامد جدا يبقى عناية على الباص اللي بعده وعناية على الكراش تايم قد ايه عشان ما ايه ما يبقاش اكتيفيتي النورمال خمسه والكراش تايم ثلاثه وتقلل إنه من خمسه لاثنين ما ينفعش اذا كان هو اخره ثلاثه فانت هتقلله مرتين اكتر من كده مفيش فيش وبنقلل يوم بيوم يوم بيوم عشان ما تخطش كريتيكال الباص في النص واضحه كده القصه تمام. تمام؟ طيب اوكي. طيب, طيب نرجع بقى كان حد عايز يسال على في حد عنده سؤال هنا تاني آه. قبل ما افتح الترانشيبمنت. طيب ادي الترانشيبمنت ايه؟ يبقى يبقى الناس اللي آه. عايزه تحط اكتيفيتيز من عندها تحط ما فيهم ما عنديش معنى خالص يا جماعه. لو انت عايز تقلب بروجكت غير ده لو انت شايف موضوع المباني ده صعب عليك انا جبت المباني ان كلنا عايشين في مباني وعارفين مين من قبل مين من غير ما تبقى مهندس مش محتاجه مهندس مدني نهائي مش محتاجه مهندس مدني نهائي تحترط في حته على النت تسال مين بيتم قبل مين ده ولا ده هيطلع لك الاجابه بس من غير ما تستعين بحد يعني اتفضل بالنسبه للترانسمشن ترانشيبمنت نود انا دلوقتي مثلا في مفيش مسار عندي بنحط رقم كبير لو الام او لو مم. جيب في البرنامج آه. آه يعني آه استخدم الام دي او مثلا الألف اللي انا حطيتها رقم آه. كبير الحل فيها يعني هو مستخدمها بين مثلا الترانسشيبمنت نود نفسها بينهم وبين بعض وممكن بيعملها آه. من, من نفسه لنفسه تاني بيستخدمها. أيوة. تمام. السبب او ازاي نحلها؟ دلوقتي الترانشيمت تمام؟ آه نفترض دلوقتي انا آه زي ما اتفقنا كل سبلاي نود بنحط لها رو وكل آه ديستنيشن نود او بوينت بنحط لها كول مظبوط؟ وكل ترانشيمت بوينت بنحط لها رو وبنحط لها كول. جميل كده طيب هتلاقي انت بقى ايه في الجدول تمام في بعض السيلز بتبقى انفيزبل يعني ايه بعض السيلز انفيزبل يعني مثلا مش مسموح لي انقل من المكان لنفسه خلاص فمن الترانشيبمنت بوينت لنفس الترانشيبمنت بوينت ما ينفعش انقل طب انا عشان اجبر الكمبيوتر او الالجوريزم المستخدم سيبك من الكمبيوتر لو انت بتحل بايدك عشان اكبر الالجوريزم اللي انا هستخدمه ان الخانه دي تطلع فاضيه يعني ما ينفعش إيه من الى ايه 20 يونت يعني هي متنقلتش اصلا ما موجوده في نفس المكان فانا بعمل ايه بحط في الخانه دي تكلفه تكون اعلى من اي تكلفه في الجدول تمام فانا قلت هبص على الجدول بتاعي كله واشوف اعلى تكلفه كام لقيت اعلى تكلفه 100 احط 1000 خلاص فالألف دي بالنسبة له كأنها infinity كأنها m الام هو عبارة عن very large number يعني ايه very large number؟ يعني دي حاجة نسبيه يعني لو أرقامك واحد واثنين وثلاثة و وخمسة و سبعة و و, و تعتبر very large number لكن لو أرقامي مية و 200 و وتسعمية و أما و ثلاثة و 800 احط ده large number أنسوهم. فانت حضرتك في إن... حضرتك المحاضرة إن... حضرتك ف... ان احنا ما بين ما بين النقطة نفسها بنعمل صفر وما بين الترانسميشن بنعمل ايه؟ واحدة تانية ما بين النقطة ونفسها بنعمل صفر. يعني نفس النقطة بنحطها بصفر. حركة كده أيوه. في الفيديو انا بتكلم و... اه اه انا بتكلم في الترانسميشن واحدة تانية اه اه مظبوط مظبوط يعني هو هو هنا ال... لو بين مكان لمكان مفيش حاجة هتتنقل فالتكلفة صفر دي ما فيهاش مشكلة. لكن لو حاجه انفيزابول مفيش مسار يعني مفيش خط في الرسمه مفيش خط واصل ما بين تو نولز اصبح طالما مفيش خط يبقى ده انفيزبل انفيزابول يعني ما ينفعش يتنقل يعني كان مفيش خط سكه حديد مفيش وسيله مواصلات حتى أو. لو انا حطيت رقم, رقم عالي واستخدمه حط رقم عالي عالي قوي عالي بالمقارنه بالارقام اللي عندك خلاص؟ فهي هي فكره الرقم العالي ايه؟ الرقم العالي بيجبر الالجوريزم ان الخانه دي تبقى فاضيه يعني ليه؟ لان وجودها او فيها بضاعه او مليانه ده معناه ايه ده معناه هيرفع التكلفه جدا طب هو الالجوريزم مبني على انه يعمل مينيمايزيشن للكوست وبالتالي هيتجنب الخانه دي خالص يعني الخانه دي هيتجنبها نهائي عليه علي بيخش الاتريشنز وما بي وما بيديش ما بيديش سولف بعد كده طب. يعني انت في حطيت رقم عالي مع سوليوشن لا اما بقى يعني انا بقى بفضل ازود ازود يفضل برضو يزود معايا وي... مش هي الرقم. مره واحده لا زودت كذا مره, مرة وما زال بيستخدمه يعني مثلا الاول حطيت 1000 بيستخدمه 10000 بيستخدمه اه بيستخدمه في الشيب شيبمنت ليست في الشيبينج ليست بيستخدمه الا ام بيستخدمه مش بي يعني بي بيروح لنفسه كذا مره يعني في اثنين اثنين انت الفايل ده آه طب أنت مسايب الفايل؟ آه موجود آه. سيف؟ طب هعمل لك شير وافتحه لنا كده وأنا أقول لك الغلطة فين. أعمل لك أنا شير بحيث يبقى أنت مفتوح لك الشير. طب أنت اسمك إيه في دول؟ مين؟ أنا هيثم. اسمك إيه؟ هيثم هيثم. هيثم 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 حسن؟ أيوه. طيب انا هفتح لك الشير يا هيثم افتح لنا كده الفايل وانا هقول لك الايه ايه الفكره فين طيب اوكي طيب انا فتحت لك كده الشير انت تقدر تعمل شير انا هقفل الشير من عندي عشان يبقى انت بس اللي مفتوح لك الشير اهو تمام انا كده شايف اهو طيب هات كده الداتا الاصليه ايوه حلو جدا طيب. ادي هنا عندي ادي ادي الكايرو الكسندرية وادي الاقصر جميل وادي بورسعيد تمام طيب ال الالف دي هي دي اللارج نمبر اللي انت حاطه اه بالظبط اه طيب بالنسبة للكايرو بلانت للكايرو ماركت انت غير مسموح انك تنقل من المصنع اللي في كايرو للماركت اللي في كايرو ده انلوجيك يعني ده اكتر حاجة مسموح انك تسوق من المصنع اللي في كايرو للسوق اللي في كايرو فليه دي, دي عاملها انها نوت feasible هي دي لو هي هتبقى دايركت من غير بنت ممكن تبقى حتى لو حطيتها هي بنفس يعني انا جربت نفسها نفس النقطه إن لو جربناها مثلا واسكندريه لا. اسكندريه نفس النقطه بس برضو بتحصل نفس المشكله لا ما هدا. ما هدا. ما هي ال1000 دي ده رقم اللوجيك ده انت المفروض لو انت حاطط تكاليف خمسه واربعه وسته لما تنقل من القاهره القاهرة تبقى اقل من دول يعني تبقى اثنين تبقى واحد ماشي. اما تنقل اسكندريه اسكندريه تبقى تكلفه قليله اما تنقل من ده هنا انت بتتكلم من مصنع للسوق ده باب من باب اولى طب اعمل ران جيزه مثلا لجيزه بيروح من جيزه لطنطا بيروح من اسيوط لاسيوط بيروح مع انه المفروض ان هو ايه ما بي مش لا ما أنت ما خلي بالك كل اللي انت قافله ده اللي انت قافله ده كله ان لوجيك اللي انت قافله ده كله ان لوجيك فهو هيودي الكميات فين؟ ما انت عشان الكونسترينز بتاعتك بتاعت السبلاي والديماند مجبر يحط ارقام هنا فاحنا ده ماركت المفروض ان هو يعني ماركت لماركت يدي يعني جيزه ديستريبيوشن وجيزه ديستريبيوشن ده هيدي لبعضه يعني, يعني ده المفروض ان هو ترانسبيرنت بوينتس مش هيدي لنفسه ما هو خد بالك ما اللوجيك اللوجيك عادي انك انت بتسمح يعني مش مش شرط اعدي على الترانزيت سنتر خالص ممكن اعدي من السورس اروح على الديستنيشن مباشره طلع. يعني انت بتتكلم على مصنع في القاهره وسوق في القاهره فده مسموح له اعمل خط على طول واصل بين النقطتين انك تقدر تنقل مباشره وده الارخص والاوفر والاقل وقت ماشي تمام ده اللي هو الاثنين اللي انا حطيتهم دلوقتي ف... اما لو آه. جيزه لجيزه مثلا ديستريبيوشن من جيزه لجيزه طيب. 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 آه. هما دول الترانسفير بوينت اه, آه. دول هما دول الثلاثه اه تمام دول بوينت الثلاثه دول جيزه والطنطا واسيوط اللي هو جيزه اه حلو الجيزه واسيوط تمام دول الترانسفير وحطيت انت فيهم آه مجموع كل السبلاي مظبوط اللي هي ال1500 دي مجموع السبلاي كله اه بالظبط اه 300 تمام اه دي 200 ده ده ضمي ده ضمي ده انت اللي كاتبها ولا ده؟ لا هي هي انا بعد السولف هو راح ده بعد الحل؟ اه ده آه في السولف اه طيب آه يعني. هو بعد السولف راح قابل قلب آه السبلاي لضمي طب لا طب هات لي معلش هات لي الداتا الاصليه يعني ارجع خطوه هات لي الداتا الاصليه مش بقى هي دي قبل السولف ما هي دي الداتا الاصليه بس هو بعد السولف راح راح اغير مستوى. السبلاي خلاها ضمي مش عارف لا ليه برد. ما ينفعش لا يعني في حاجه عندك غلط مش مظبوطه في حاجه عندك مش مظبوطه ما ينفعش انها تتقلب يعني دي دي كده الرو داتا ما ينفعش يعني شايف كده صلبة هي حمراء اذا انت كده واقف على الداتا خضراء انت كده واقف على الداتا فالداتا ما ينفعش يظهر فيها كلمه ضامي دي هي ظهرت كده المفروض هنا يبقى دول سبلاي لا في حاجه عندك مش مش مظبوطه البرنامج نفسه في رأي حاجه رأي عندك هي... يعني وانت في ادخال الداتا نفسه في الاستراكشر بتاع ادخال الداتا في حاجه عندك مش مظبوطه. ان ما ينفعش تظهر كلمه الضمي دي، الضمي دي لما اقول سولف لكن هنا كان المفروض يظهر عندك ايه؟ ادي دول ادي ماشي انت بترجع كده طيب لا انا بس, بس. بفتح الشيبمنت آه. بوضح ان هو ايه؟ جيزا جيزا بيستخدمها اه قوله ايديت الداتا كده تمام لا طب دوس على ايديت ايديت الداتا كده دوس على ايديت الداتا اه ديت دمي موجوده برضه. طب دوس عليها كده لأ اديت ماشي اكتب سبلاي ايه الحمرا اللي على الحمرا اللي على الشمال دي اللي دي دوس عليها دي الحمرا اللي على الشمال فين؟ اه فنسيق. دي اديت اللي بتحرك عندك شايفها؟ آه. اه دي دي كده غلط دي كده ادخال المساله نفسه في حاجه غلط ايوه انت اللي بتغيرها بايدك لا انا بـ بأ... انا دوست على ترانسكريب من تاني فهو عايز يغير بس الفايل بقول له انه اصل بدا ايه يكتب سبلاي اهو كلمه سبلاي بدات دست. اه لا انا بغيرها بايدي لا بغيرها بايدي لا ما يبقى كده في حاجه مش مظبوطه آه يعني المفروض ما كانتش تظهر كلمه انا يعني المساله غي... حاولت فيها كذا مره وعدتها كذا مره وبرضه بي... بيقلب يعني لا هو الاستراكشر عندك فيه حاجه مش مظبوطه يعني عدد السورسز عدد destinations انت مدخلها غلط حاجه زي كده طيب النمبر of سورسز انت قلت له كام اه، خمسه خمسه ازاي ده هم انا يعني شايف اكتر من خمسه السورسز خمسه والديماند ثلاثه والماركت اربعه دكتور لا انت عندك خمسه سورسز و والترانشيبمنت كان نقطة ثلاثة والدستنيشن أربعة يبقى عندك ثمانية و سبعة يبقى عدد السورسز ثمانية وعدد الدستنيشن سبعة أكتر من مرة دخلت ال دخلتها وبرضو إيه بأرقام مختلفة وبيطلع لا لي لا هو في حاجة مش مظبوطة عندي. افتح طيب كده ماشي أنا معاك. حتى عملت ممكن يا دكتور, دكتور هو ممكن هو مسمي الضم دي غلط هو, هو مسميها لا انا مش مسميها الترانشميت العادي اللي هو المساله بتاعه المساله الكتاب بتظهر سبلاي عادي مساله الباوربوينت اما جيت انا عملت ما دي الـ ده الاكزامبل بتاع الباوربوينت اه بتاع حضرتك طلع سبلاي عادي اما انا عملت مساله كذا مصف. مره بتطلع دكتورة المشكلة دكتور المشكله برضه في نفس هو بعد اتفضل يا مختلفه هنا يا دكتور يعني هو حابب تنشمنت للصدر الصوت مش حاطط الجدول طب الجدول نفسه هات لي جدول الداتا هات لي جدول الداتا اللي انت حاطه في البروجكت جدول الداتا اللي انت حاطه وانا هحلها معاك دلوقتي يعني آه صور كده جدول الداتا هاته كده على الشاشه وانا اصوره على الموبايل عندي وانا هحلها معاك ونشوف الغلطه بتحصل فين عشان ممكن الكلام ده يتكرر مع حد تاني بس لو سمحت غير غير اللي هو مثلا الجيزا ديستريبيوشن الجيزا ديستريبيوشن ما تخليهاش ب 1000 خليها بصفار بصفر ومن طنطا لطنطا بصفر وهكذا الثلاثه اللي هم قطري. امم جيزا ديستريبيوشن لجيزا ديستريبيوشن. ايوه ايوه بس بعد طيب افتح كده هات لي الداتا بس الاصليه خالص لو انت عاملها على اكسل شيت او حاجه وسيب لي انا او الرسمه قدامك وسيبني انا ايه هحلها قدامك دلوقتي. هشوف لك بس الغلطه فين. هو اولا بس راعي انك انت ال ان في ممكن ان انا انقل يعني من السورس الى الديسيشن مباشره بالذات لما يبقى المصنع في كايرو والسوق في كايرو دي دي, دي الافضل. اسكندريه واسكندريه يعني اسمح بالحاجات دي. لكن ممكن ما تسمحش اه من المصنع كايرو لسوق اسكندريه ماشي مفيش مشكله يعني دي ممكن دي حاجه ترجع للديسيجن ميكر لكن حته ان المصنع في كايرو ما ينقلش للسوق اللي في كايرو لا ده انت كده بتزود التكاليف فدي بس ايه باخد بالك من من الحته دي لقيت الداتا الاصليه عامل... اه دي واحده انا عامل آه. فايلين انا عامل الـ... وري حضرتك دي واحده بس اتفضل انت هتشوف على الكمبيوتر عندك الفايل الاصلي اللي فيه الداتا اللي انت دخلتها على الكمبيوتر وانا هقول لك بس الايه الغلطه فين لان المفروض حتى هو بيبقى لغايه 90 سورس و90 ديستنيشن يعني لسه بعيد قوي عن الحد الاقصى عشان يطلع حاجه مش مظبوطه كده تمام لكن آه هو ممكن يلا اه كده الفايل أنشال. دي الاحمر الام الام الاحمر اللي انا حاطه ده هو ده اللي بايه؟ طيب بيستخدمه طيب خليني هراجع معاك بس الايه ده ده الماتريكس الاصلي جميل كده طب انت عندك دلوقتي طب انت عندك المصانع اهو عندك الكايرو كان، بورسعيد والاقصر واسوان، دول الخمس مصانع جميل وعندك الاسواق السوق بتاع كايرو واسكندريه والاقصر واسوان، جميل دي الاسواق وعندك الترانشيمت بوينت خلي الفايل طيب ماشي. انا بس, بس ده شرط. لا ماشي طيب. خلاص خلي جدول. انت في الرسمه انت سا... اه لا خلينا بس فيديو اه يعني انت بص ادي في الرسمه انت سامح هو بالنقل من كايرو الى كايرو. ما هو دي ده اكزامبل ثاني ما انا بقول... قلت لحضرتك انا عملتها مرتين مره بالدايركت ومره من غير الدايركت وبرضه ما زال بيستخدمها. لا الدايركت بيستخدمه. لا الدايركت احسن طبعا. اللي تقدر تنقل مباشره من المصنع اللي في كايرو للسوق في كايرو دي تعملها طبعا مباشرة أفضل لكن ممكن انت تلغي بقى ان انا انقل من سوق من مصنع كايرو لسوق اسكندريه تمام؟ دي اه اللي هي النقله المباشره يبقى دي لازم يعدي على الترانزيت سنتر الاول، خلاص؟ ان انا انقل من بورسعيد اودي الاقصر او اسوان لازم يعدي على الترانزيت سنتر الاول، فدي ممكن انك انت تبقى فيه خلاص؟ طب خلينا ايه في الجدول ده؟ يبقى انا عندي ادي خمسه مصانع وعندي اربع اسواق وعندي ثلاثه ديستنيشن سنتر جميل طيب ادي طيب انا بس عندي طيب. نقطه انا عندي صلاه طيب. الجمعه كمان خمس دقائق في قطر هنا بالتبقى. طيب ما فيش طيب خلاص ما فيش مشكله ممكن نخلي المناقشه بتاعة الحته بتاعتك دي خليك بس فاكر الفايل ده ده تجيبه قدامنا والرسمه بتاعته تمام طيب. وانا أحلها لك ايه في الاخر كده عشان لو في مشكله الناس تاخد بالهم وانا هكمل بقى المحاضره اللي انا هشرحها واخلي دي في الاخر ان شاء الله تمام فعادي هنا هل بقى الشير بتاعك وانت شكرا. روح صلي وتمام طب تمام. معلش كان اسمك ايه تاني عشان نشوف هيثم اه هيثم اه تمام اه تمام خلاص لقيته تمام طب صلي وانا في الاخر ايه العفو هخليها لك في الاخر اعملها لك ان شاء الله السلام عليكم السلام عليكم بعدين عنده اي استفسارات اه بعدين آه حاجه دكتور هي هي بس في نقطه الماركت والديستنيشن هو حاجه واحده يعني هو هو الديستنيشن هي الماركت احنا قلنا في عندنا سورس اللي هو الباي إيه؟ لا الماركت اصل الباي اللي كان في نقطه اسمها ماركت ونقطه اسمها ديستنيشن هو مفروض الماركت هو نفسه الديستنيشن احنا عندنا سورس اللي هو السبلاي وعندنا ترانسشيب بوينت دي النص اللي هي الميدل بوينت وعندنا الماركت او الديستنيشن هي حاجه واحده يعني لو قلت ماركت كايرو وديستنيشن كايرو هي نقطه واحده اسمها كايرو يعني مش حاجه اسمها ماركت وحاجه ثانيه اسمها ديستنيشن الماركت هو يعني حسب الاساينمنت الديستنيشن هي نفسها الماركت هي النقطه الاخيره الفاينل اللي فيها الديماند النقطه اللي في النص اسمها ترانس بوينت النقطه اللي في الاول اسمها سورس فهي دي عامله كونفيوجن عنده في الـ في الـ حاجه اسمها ماركت وحاجه ثانيه اسمها ديستنيشن في تبقى الاساينمنت يعني الماركت نفسها هي الديستنيشن هي الفاينل بوينت النقطه اللي في النص اسمها ترانس بوينت النقطه اللي في الاول هي السورس تمام دي نقطه دي حاجه الحاجه الثانيه الحاجه الثانيه ان احنا حضرتك اديت لنا عدد معين اللي هو الخمسه والتلاتة واربعه لو احنا عملنا لو سمحنا باي اه يعني لو سمحت مثلا السورس يدي للديستنيشن دايركت عدد العدد كده يتغير يعني عشان التزم بالخمسه والتلاتة واربعه ما اقدرش لو خدت انا مثلا من ال من السورس للديستنيشن الديستنيشن هتتغير هتبقى ترانسشيب تو بوينت فانا عشان التزم بخمسه وثلاثه واربعه انا عملت كده عندي يعني التزمت فقط ان آه. انا السورس هيت بس الترانسشيبت لا لا. لا لا بص احنا احنا قلنا عندنا خمس مصانع تمام خمس اسواق اربع اسواق وثلاثه ترانشيب بوينت تمام تمام كده؟ طيب المصانع هتدي الترانسشيبت بوينت والترانشيب بوينت هيدي الاسواق لكن مسموح طبعا ان ما انا قلت الكلام ده خليها جنرال يعني مسموح تاني من اي سورس لاي سورس ومن اي سورس لاي ديستنيشن ومن اي ترانشيمنت uh, لاي ترانشيمنت ده مش هيخل بالمبدا الاساسي اللي انا قلته في الاول حته حركات النقل من اللي فين ده ما غيرش ان هي بقت uh, خمسه خمس مصانع واربع اسواق وثلاثه ترانشيمنت بوينت ده الاساس لكن مسموح منين بقى الاسهم تنقل منين uh, زي ما انت عايز بالعكس انت تخليها جنرال يعني يبقى مسموح بس ما تخليهاش ما تفتحهاش قوي عشان ما تكبرش منك قوي يعني زي ما قلت <applause> مثلا على الاقل المصنع اللي في كايرو يدي السوق بتاع كايرو لكن ما يديش بقيه الايه بقيه, بقية الاسواق المصنع اسكندريه يدي سوق اسكندريه لكن ما يديش بقيه الاسواق لكن ممكن تخليها كله يدي كله بس هتكبر منك قوي هتبهوا وهتبقى الموضوع صعب شويه تمام فهو ده يبقى ده يبقى اللوجيك انا يا دكتور الديفينيشن بتاع الديستنيشن هي نقطه بتستقبل بس الترانسشيبمنت ايوه ماشي ماشي ما هو لو بيدي حاجه ثانيه ما بقاش ديستنيشن يعني انا قصدي لو احنا غيرنا أيه. خلينا ان هو يدي حاجه تانية اصبح ترانشيبنت بوينت ما اصبحش ديستنيشن لو انا خليتها ده, ده ده وانا بنقل ده وانا بحول الترانشيبنت الى ترانسبورتيشن ده وانت ايه ده كاجراء للحل لكن كاستراكشر للمساله خلاص انا عندي خمس مصانع عندي ثلاثه مراكز توزيع وعندي اسواق ده ما خلش بالموضوع ترجمه بقى الترانشيبمنت الى ترانسبورتيشن تلتزم بقى بالديفينيشنز اللي قلنا عليه ده ما بيخلش بالاساس بتاع المساله فانت يمكن بس فهمتني غلط تمام لكن هو تقدر تسمح طبعا بالنقل من اي مكان لاي مكان زي ما انت عايز ما فيش مشكله بس ما تزودش بس باي لوجيك على الاقل اسمح ان المصنع اللي في مكان ينقل للسوق اللي في نفس المكان ده لوجيك ده لوجيك انت بتتكلم في فيزيكال بقى ترانسبورتيشن بروبلم او ترانشيب ترجمه الترانشيمت الى ترانسبورتيشن uh, زي ما قلنا بميز بقى في عندي حاجه اسمها السبلاي بوينت وحاجه اسمها الديماند بوينت وحاجه اسمها الترانشيب السبلاي اللي هو بيدي ما ياخدش خلاص والترانشيمت بياخد ويدي تمام والديماند اللي بيستقبل ما بيديش يعني هنا اصبح دلوقتي انت بالنسبه للمصنع لما يدي للسوق خلاص السوق هنا بيستقبل ما بيديش حته تاني يبقى اصبح مازال هو ديماند بوينت والمصنع بيدي مباشره مازال سبلاي بوينت والترانشيمنت اللي هو بيستقبل بيدي ده دي ترانشيمنت بوينت فايه التغيير اللي هيبقى في الموضوع لا لو انا خليت الديستنيشن تدي ديستنيشن ثانيه يدي بعض ايوه ما اصبحش ديستنيشن اصبحت ترانشيمنت أجل ايوه ما هو كده يبقى انا يبقى انا يبقى كده لو انا عديت لو انا بعمل ستراكشر نتورك نتورك ستراكشر ما اقدرش اعد النقطه دي لو هي بتدي وتاخد انها نقطه ديستنيشن فكده العدد اللي هو حضرتك حاطه في المساله اللي هي 5 3 4 لو انا عملت الكونسترينتس ال ال دي شلتها هيبقى مش عندي 5 3 4 هيبقى عندي ارقام ثانيه هي دي النقطه لو انا غيرت وخليت اي ديستنيشن دي ديستنيشن ثانيه ما اصبحتش ديستنيشن اصبحت, أصبحت ترانسبنت بوينت وبالتالي هتتعدي مع الترانسبنت بوينت وبالتالي هيبقى مش 5 6 4 هيبقى هيبقى العدد مختلف هي دي النقطه اللي انا قصدي عليها. اه لكن مش هي مش هيخل حاجه بال لا مش هيخل ويتحل... هيتحل هيتحل آه. هيتحل عادي بس انا قصدي مش هيبقى ال... مش هبقى بطبق ال... الحركة تبقى اللي هي 5 6 4 هيبقى العدد ثاني حاجه ثانيه. اه, آه ما مفيش, مفيش مشاكل لا لا عادي مفيش مشكله من من ناحيه لكن اللي انا قصدي ان السورس يدي مباشره ليه طبعا في خلافنا ان السورس هيدي مباشره للديستنيشن فدي ما اي خلل باي اجراءات اه أيوة ان ده مازال سبلاي بوينت uh وده مازال ديماند uh بوينت لكن لو السورس عاطوا بعض اصبح بقى السورس هنا ايه اللي بيستقبل وبيدي ده اصبح ترانشيمت بوينت ده في ترجمتها للايه لل الترانسبورتيشن بروبلم يعني لكن مسموح تنقل من السورس مباشرة للديستنيشن اعملها طبعا حاجة زي كده دي ما فيهاش مشكلة انك انت تعملها طبعا في مش هتخل بأي حاجة في الأعداد اللي احنا قلناها هي دكتور حضرتك ممكن طيب. بس المثال اللي احنا خدناه بتاع الترانسشيب بس تدخله على الـ على السوفت وير السوفت وير اه لأن هو طيب في تمام. نفس المشكلة ماشي, ماشي تمام اه طيب حاضر هحل على طلع بس الاكزامبل الباور بوينتس ونعمله مع بعض ادي ترانشيبنت ادي اخر الكتاب اهو ادي دي كانت المسألة اهي خلاص كده ادي هنا عندي تو سورسز ثلاثة ترانشيمبل والشير حاضر أنا كنت لغي عشان هيثم يعرف يشير طيب الظاهر كده تمام تمام يا دكتور طيب بص دي دي كان الايه اللي الاكزامبل اللي احنا حليناه كان عندي 2 سورسز، كان عندنا ثلاثة ترانشيمت بوينت او انترميديت نودز، وعندنا 2 ديستنيشن. وهنا زي ما احنا شايفين مسموح تنقل من السورس للترانشيمت ومن الترانشيمت للديستنيشن. مفيش نقل مباشر لكن قلنا جنرالي ينفع تنقل من اي سورس لاي ديستنيشن، يعني في الواقع ينفع كده، انقل من مصنع للسوق مباشرة. محدش قال لازم لو كان ارخص. يعني افرض يعني بدل ما اروح من واحد لثلاثه ومن ثلاثه لسته وتكلفني سي 1 ثلاثه زي سي 3 سته افرض مجموع دول 20 وفي خط مباشر من واحد لسته يكلفني 15 نروح في ابو 15 تمام فدي دي ايه الفكره فمسموح طبعا تنقل من اي مكان لاي مكان خلاص يعني ممكن اوصل لك كل نوت بكل نوت أوصل, اوصل دول ببعض اوصل دول ببعض اوصل دول ببعض اوصل دي بسته ودي واثنين بسته واحد كل ده ينفع وفي الاخر في الاخر لما تيجي تترجم الـ الـ المساله دي في شكل ترانسبورتيشن بروبلم uh, خلاص هي, في, هي هي ما زالت ايه عندي تو sources وعندي 3 او uh, وعندي 2 uh, uh, destinations كون ان في اسهم بين كله وبعضه ده ما غيرش ان هي دي سورس ودي ديستنيشن والكلام ده لكن هو الترجمه بقى كلمه بقى سبلاي بوينت دي السبلاي بوينت مش معناها مش معناها سورس في فرق بين سورس وسبلاي بوينت وفي فرق ما بين ديستنيشن وديماند بوينت خلاص كده يبقى ده واحد واثنين سورسز سته وسبعه دول ديستنيشنز ثلاثه اربعه سته دول فرانشيمنت خلاص او ديستريبيوشن سنتر جميل كده طيب لو انا وصلت زي ما قلت لك اسهم من اي حته لاي حته لما تيجي تترجم توصيل الاسهم ما غيرش ان ده سورس وده ديستنيشن وده ترانشيمت سنتر او ديستريبيوشن سنتر اما اجي اترجمها بقى الى ترانسبورتيشن بروبلم ناخد بقى بالنا من المعاني دي عندي حاجه اسمها سبلاي بوينت ما قلتش عليها سورس اسمها سبلاي بوينت حاجه اسمها ديماند بوينت حاجه اسمها ترانشيمت بوينت ما اسمها السورس ولا اسمها ديستنيشن ولا اسمها ترانشيمنت uh, 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 مثلا سنتر uh, خلاص طيب تعريف السبلاي بوينت السبلاي بوينت هي اي نود خلاص سواء بقى النود دي كانت ديماند اي حاجه كانت اي حاجه, حاجة. السبلاي بوينت اللي هي بتدي ما بتاخدش يعني هي سنت جودز اند نوت ريسيف يبقى اي حاجه بتبعت ما بتستقبلش دي اسمها سبلاي بوينت الـ Demand Point they receive goods and not send. الـ Transshipment send and receive. هو دي المعلومة اللي أنت هتبني عليها ترجمة الـ إلى إيه؟ إلى Transportation. إذا المعنى إن أنا في الـ في الـ Project لما قلت إن أنا عايز يبقى فيها آآ آه خمسة Sources و آآآ 5 Sources اللي هي و 3 Transmittent Points اللي هي Center و 4 Destination. توصيل الاسهم ما يعرش المعاني الديستنيشن ليها معنى السورس له معنى الترانشيبمنت سنتر بالنسبه له معنى الترجمه بقى من ترانشيبمنت الى ترانسبورتيشن ديفينيشنز بقى هنا بتختلف عندي سبلاي بوينت عندي حاجه اسمها ترانشيبمنت بوينت عندي حاجه اسمها ايه ديماند بوينت خلاص كده طيب يبقى انا هنا وفقا للرسمه اللي قدامي السبلاي بوينت هي 1 و2 ليه لاحظ ان طالع منها اسهم مش خ... مش داخل لها حاجه خلاص يبقى هنا دي سنت جودز اند نوت ريسيف سته وسبعه ريسيف نوت سنت يعني داخل لها اسهم حاجه خارجه منها احنا طبعا من الشمال لمين تعالى بقى على ثلاثه واربعه وخمسه دي من بوينت ليه ريسيف جودز داخل لها اهو سهمين وخارج منها سهمين ودي داخل لها اثنين خارج منها اثنين طبعا مش لازم اعدد اللي داخل قد عدد اللي خارج مش لازم خالص تمام طب لو انا مثلا كنت موصل سهم من واحد لاثنين اذا مسموح انقل من السورس ده للسورس ده ما زال واحد واثنين سورسز لكن بالمعنى بقى كلمة سبلاي بوينت وديماند بوينت أصبح دلوقتي وان ده ده بيسند بس خلاص تو أصبح بيسند بيرسيب من وان بقى اسمه إيه؟ هو ما زال سورس لكن بقى اسمه إيه؟ بقى اسمه سبلاي بوينت دي الفكرة بس هي دي الفكرة لما أجي أترجم لإيه الجدول فإحنا ترجمنا دي للجدول أهو أدي أه الجدول بتاعنا هنكبر بقى الشاشة كده أدي أه الجدول قلنا كل سبلاي بوينت مش كل سورس كل سبلاي بوينت ليها رو وكل عشان كلمه زي ما قلنا سبلاي بوينت غير السورس وكل ديماند بوينت ليها كولم اذا 1 و2 ليهم روز 6 و7 ليها كولم اهو اللي هم بقى دي ترجمناها في شكل كلام اهو الاسامي ايه اهو عندنا 2 سورسز عندنا اثنين destinations وعندنا ثلاثة آه, سوري ثلاثة destination واثنين آه ترانشل جميل كده؟ طيب يبقى دول بالنسبة لي دول supply point دول transshipment point ودول demand point بالdefinitions اللي احنا قلنا عليه ال supply بي send مش بي receive ال transshipment point send and receive Demand point receive and not send يبقى انا هنا بالنسبه لي ارنولد وسوبر شيلف ليها روز اهو فجات دول اهو عملنا لهم روز هذه آه. ارنولد وسوبر شيلف عشان دول سبلاي بوينت نيجي على زيركس وهيوس وروك رايت اهم دول كانوا ثلاثه ديماند بوينت عملنا لهم قلم اهم زيركس وهيوس وروك رايت نيجي على توماس واش بيرن دول ترانشيمت فعملنا لهم رو وقلب اهم عملنا لهم رو وكول اهو توماس ووش ودي نفس الكلام خلاص كده السبلاي بوينت بيتحط فيها السبلاي بتاعها والديماند بوينت بيتحط فيها الديماند بتاعها اما بالنسبه للترانشمنت بوينت بنحط فيها السمشن بتاع ليه كل الافيلابل سبلاي فالافيلابل سبلاي كان بالنسبه لي كام 75 و75 يعني الاجمالي 150 فعشان كده حطيت 150 وهنا نفس الكلام 150 ادي ده بالنسبه للترانشين بوينت خلاص كده طيب بالنسبه للتكاليف خلاص التكاليف اللي هي على الحته اللي هي خط سير يعني اللي هي سهم هيبقى عليها تكلفه اهو كل سهم هنا خلاص عليه تكلفه بتتنقل في الجدول الحاجات اللي هي نوت نوت افيلبل يعني مثلا من ارنولد لسوبر شلف هنا غير مسموح بالنقل مظبوط؟ لو مسموح كان لازم اديك تكلفه، يعني لو كان في سهم يبقى لازم كان يبقى عليه تكلفه. طب ما فيش سهم معناها ايه؟ معناها ان ده يعتبر ايه؟ انفيزابول باث، ما ينفعش انقل من ده إلى ده. فالانفيزابول هتفهمها له ازاي؟ قلنا بنحط فيها فيري لارج نمبر، هو مبدئيا هنا سميناه ام. فكل المكتوب في ام ده معناه انه ملهوش خط في الرسم. كل اللي هو ام ملوش خط في الايه؟ في الرسم. يعني من ارنولد لزيروكس مفيش خط مباشر. من السورس الى الديستنيشن فعملناها امتى خلاص لكن لو انت عامل في البروجكت بتاع خط ينفع تعمل خط طبعا ما فيش مشاكل وتحط فيها تكلفه اكيد لازم تبقى دي اقل تكلفه في الرو ده باي لوجيك خلاص ان انا بنقل من المكان لنفس السوق مصنع في اسكندريه بين السوق اسكندريه ده خطوتين داخلي جوه المحافظه النقل من جوه المحافظات ارخص من النقل من محافظه الى محافظه اخرى فدي هتحط فيها تكلفه معه خلاص الحاجات اللي هي ما فيش خطوط دي كلها تتحط ايه؟ تتحط ام. طب الدايجونال بقى اللي هي الحاجه مع نفسها دي حاجه مش هتتنقل فقلنا بتتحط ايه؟ زيرو. خلاص؟ ولو انت حطيتها ام على فكره مش هتفرق. لكن الافضل تحطها زيرو لانه هيتجنب دي انت اصلا مش هتنقل من المكان لنفسه. خلي بالك كايرو بلانت غير كايرو مات غير كايرو ماركت ده مكان وده مكان لكن من كايرو بلانت لكايرو بلانت نفسه ما ينفعش فهمنا فهمنا الفكره فانا هنا من من توماس لتوماس يعني من ترانشيمت بوينت لنفسها التكلفه صفر لان مفيش حاجه هتتنقل اصلا وطالما مفيش حاجه هتتنقل يبقى مش هتتحرك من مكانها يبقى التكلفه زيرو ادي نفس الكلام وش بورن بورن بزيرو وتوماس مع توماس بزيرو ادي ما بين الترانشيمنت بوينتس وبعضها التكلفة بتساوي صفر. والام في الحاجات اللي هي الانفيزبل يعني مثلا توماس مع ويشبورن التكلفه تكلفة ام خلاص مفيش خط مباشر اذا التكلفة دي تعتبر انفيزبل يبقى الام بتاعني ده المكان اللي هو الانفيزبل اللي مفيش خط يبقى انت اي في الش... في الرسمة اللي انت رسمتها اي حاجة ما انتش حاطط خط ما بينهم اذا معناها Invisible ان انا اقل من هنا فاحطها ام طب الام هنا بكام؟ بص كده الارقام اللي قدامي دي 5 8 4 لو انت حطيت الام ب 100 كافيه جدا. يعني لو انا حطيت الام ب 100 كافيه جدا انك انت هتتجنب القصه دي نهائي. خلاص؟ طيب المسألة دي تعالى بقى ايه نيجي ندخلها على السوفت وير معلش يا صاحبي اتفضل اللي حضرتك بس هات السلايد اللي فيها النتورك معلش تاني قول مش سامع السلايد اللي في فيها النتورك اللي هي فيها النتورك اه عايز السلايد اللي فيها النتورك اه, آه بقى تمام هنا احنا آه زيروكس ديت نقطه ديت مظبوط الايه زيروكس آه زيروكس وهيوس وروك رايت دي ديفينيشنز مظبوط دي ديستنيشن مظبوط تمام لو انا وصلت ما بين آه زيروكس وهيوس عملت خط كده مش زيروكس هل... دي اصبحت ترانسيبت بوينت هي, هي ما زالت ديستنيشن لكن آه. هي ترانشيمبت بوينت ها آه. اصبحت ترانشيمبت يعني ما اصبحتش ديستنيشن لانها بتستقبل من توماس يعني بتستقبل؟ لا يعني هي لو هي انا وصلت ما بين لا هي خلي بالك هي ما بقتش هي ما بقتش ديماند بوينت. اه الفرق بين الديماند بوينت هي ما زالت سورس لكن مش ديماند بوينت لو انا نقلت من اللي لهوس عملت خط اه زيروكس ما زال ديستنيشن ده ده المحطه الاخيره وخلاصه اهو لكن ممكن انقل من لحته ثانيه ما فيش مشكله لكن ما بقتش ديماند بوينت ما بقتش ديماند بقت سبلاي بقت آه ترانشيمت بوينت بقت ترانشيمت بوينت فانت بس عامل اه لا اه لا اصبحت انا اصبحت ترانشيمت بوينت ما هي دي النصية لو انا وصلتها بين هيت لوركس وهوس اصبحت ترانشيمت بوينت سبلاي انا بقول انها ترانشيمت فلو انا آه تمام. بقيت لو, لو انا خليتها ترانشيمت اصبح دلوقتي لو انا عديت ترانشيمت ما بقاش اثنين بقى بقى لا خلي بالك ترانشيمت سنتر ترانشيمت سنتر غير ترانشيمت بوينت سورس غير سبلاي بوينت ديماند غير ديماند بوينت غير الديستنيشن النقط دي وانت بالترجمه بنسميها سبلاي ترانشيمت بوينت لكن هي اسمها ترانشيمت سنتر او ديستريبيوشن سنتر يعني كلمه يبقى سورس ديستريبيوشن سنتر او ترانشيمت سنتر وديستنيشنز خلاص دي المسميات المصطلحات بتاعت الاماكن الترجمه بقى الى ترانسبورتيشن بنفرق ما بين السبلاي بوينت الترانشيمت بوينت الديماند بوينت فلو انت وصلت خط زيروكس ما زال ديستنيشن لكن ما بقاش ديماند بوينت بقى ترانشيمت بوينت بقى ترانشيمت ترانشيمت بوينت غير ترانشيمت سنتر يبقى انت المصطلحات لما تقول سورس كده يا دكتور زيركس هنقلها توماس يعني زيروكس كده هنقلها من الجنب اليمين احطها في النص ده، زي ما هي هتسيبها زي ما هي ديستنيشن زي ما هي هي ديستنيشن الرسمه سورس على الشمال تستقبل ما هي اصبحت تستقبل ما خلي بالك بس اسمع معايا بس لحظه واحده الرسمه على الشمال خالص السورس خلاص تمام في النص حط الترانشيم بوينت خلاص على اليمين حط دايما الايه الديستنيشنز تمام ده ده ك... كرسم طيب اجي بعد كده تعريف بقى يعني ايه سبلاي بوينت يعني ايه ترانشيمنت بوينت يعني ايه ديماند بوينت demand point مش معناها انها destination خلاص وال supply point مش معناها انها source فهمنا كده فانت يبقى انت بس الخلطة عندك ما بين ال demand point وال انت فكرهم انهم حاجه واحده خلاص demand دي, دي فيها دي ماركت, ماركت يا دكتور صح كده الايه ال-demand دي اللي هي الماركت تمام يبقى انا هنا بالنسبه لي اه ده بالنسبه لنا في ال في ال في ال دول اللي على اليمين دول الماركت واللي على الشمال خالص المصانع واللي في النص دول ديستريبيوشن سنتر يعني كانها مخازن كانها مخازن خلاص مركزيه بوزع منها يعني كانها مخازن مركزيه بوزع منها خلاص دب يعني دب انت دب بس دب انت دب يمكن انت اللي عامل معاك لابس هقول لك انا هغير لك كلمه كده هتفرق معاك شويه بص كده احنا قلنا عندنا ايه ذا كومباني هاز فايف سورسز اللي هي البلانس 3 بدل ترانشيمنت بوينت هقول لك 3 وير هاوسز اهي خلاص 3 وير هاوسز بين قوسين اللي هي ديستريشن سنتر لغيت لك كلمه ترانشيمنت اهو اند فور ديستنيشنز اللي هي الماركت يبقى انا كده ايه التزام سورس وديستريشن سنتر خلاص وديستنيشنز تعريف بقى السبلاي بوينت زي ما قلنا اللي بتسنت ما بتستقبلش الترانشيمنت اي حاجه بتستقبل وتبعت دي اسمها ترانشيب اي حاجه بتستقبل بس دي اسمها آه ديماند بوينت فادي ده اللي ايه اللي انا بقوله تعالى بقى ترجم لك الكلام ده هنا الرسم يبقى دول المصانع دي اسواق دي مخازن خلاص لو انا سامح لك تنقل من السوق للسوق السوق ما زال خلاص لكن بقى ترانشيمت بوينت ترانشيمت بوينت مش مش سنتر مش ليه؟ لانه ما بيديش لاي حد غير ليه ده بس ده بسمح عشان السوق ده جنب السوق ده فمسموح انقل من السودة الزيادة والدية السودة عادي في الواقع ممكن يبقى كده في الواقع ممكن يبقى كده فأصبحت زيروكس هنا ما زالت ديستنيشن لكن ما بقتش سبلاي بوينت بقت ترانشمنت بوينت فأنا بيتهيألي التغيير ده لما غيرناه كده أعتقد هيفرق معاك في اللبس اللي عندك شغل، يبقى أنا عندي عندها خمس سورسز اللي هي البلانتس 3 ور هاوسز اللي هي سنتر وأربعة ديستنيشنز اللي هي الماركت ده اللي أنت ملتزم بيه، لكن مش معنى كده إن أنا في الآخر هيبقى عندي خمسة سبلاي بوينت وثلاثة ترانشيمنت بوينت وأربعة ديماند بوينت، لا. كده كأني بقول لو أنا قلت كده يبقى كأني بقول إن السورس هي السبلاي بوينت. وإن الوير هي الترانشيمنت وإن الأسواق هي الديماند بوينت، لا. ممكن يكون مسموح نقل بينهم وبين بعضهم البعض. اذا انا هنا لو سامح بقى بالنقل ما بين ارنولد وسوبر شيلف هل كده تقدر تقول لي ارنولد دي بقت تحطها في النص جنب توماس لا حطش في النص ليه ان هي دلوقتي بقت بقت اه بوينت اللي هي سوبر شيلف دي لانها في ستابل وبتبعت بقت ترانشيمت بوينت لكن هي ما زالت سورس لان هو ممكن يدي غيرهم ممكن يغذي دول وممكن يغذي دول مباشره

اللي ان احنا دلوقتي لما يعني لما بنتكلم على خمسه وثلاثه واربعه لو انا عملت التعديل اوكي يعني كديفينيشن ممكن اغيرها كمسميات لكن لما اجي هشتغل سواء كان لينير بروجرامنج او هشتغل بالترانسبورتيشن الاعداد بتتغير يعني انا بدل ما كان مثلا عندي خمسه وثلاثه اللي هو هيبقى 8 سبلاي لا ده هيبقى اكتر من كده لو عندي مثلا الجدول طبعا هتغير اه الجداول وحتى برضه اه الجداول هيتغير طبعا الكونسترينز اللي انا بتكلم عليها برضه الاعدادات هتتغير لما نيجي نتكلم هيتغير هي دي دي اه مظبوط لكن ما تغيرش في البروجكت إيه خلاص زي ما انت عامل خليك شغال ما فيش مشكله يعني البروجكت ما تغيرش في البروجكت انا بغير لك بس في الفكره عشان مفهوم الفكره العامه ماشيه ازاي يعني انا بس. عندي انا مش مش عامل يعني ماشي اللي هو الجنرال اللي هو من السبلاي للترانسشيبت بس ومن الترانسشيبت بس للديزنيشن هل ده يكفي ولا لازم اعدل واضيف حاجات تانيه؟ والله بص لو انت لسه في بدايه الموضوع عدل لو انت خلاص قطعت الشوط خلاص ما تعدلش مش مشكله يعني تمام. بس هو كان دايما الافضل يا جماعه لما يبقى المصنع والسوق في نفس المكان ده ده اسهل حاجه تعملها انك توصل على طول من المصنع للسوق ده هتبقى ارخص تكلفه بايولوجيك احنا بنحاول نقرب البروجكت من الواقع هي مش مساله مش اكزامبل بنحله في محاضره او مساله في امتحان هو بس ده الهدف من الموضوع فلو انت ما يعني, يعني دكتور دكتور ان احنا هو احنا مش مفترض ان احنا كنا خدنا الاماكن الديستنيشنز في مكان غير المك... يعني انا عامل كده مثلا انا واخد الديستنيشن في مدينه والسورس في مدينه تانية، انا عامل كله في مدن مختلفه خلاص آه. مش لا عامل كش. انت بالنسبه آه. تب... لك انت كده مش محتاج بقى توصل خلاص أنت كده... انت كده تمام. تمام تمام واللي عامل وما عملش ممكن نغير بس المسميات مش مش قضيه اوكي خلاص أوكي. عشان يبقى ايه يقربنا من... يعني افرض انا عامل كايرو بلانت كايرو والماركت كايرو ما عامل خط وحليته واشتغلت غير بقى الماركت ده ما تسموش كايرو وسميه اي حته بقى بعيده وخلاص بالظبط بس يبقى انت كده ماشي ماشي, ماشي. طيب آه خلاص كده فهمنا بس المصطلحات دي يا جماعه يبقى سورس وترانشيبمنت سنتر ديستنيشنز السورس على الشمال الديستنيشنز على اليمين وفي النص الترانشيبمنت سنتر خلاص كده طيب الاسهم ممكن اي حته توصل اي حته يعني ممكن اوصل لك واحد باتنين، خلاص كده؟ وواحد بستة، وواحد بسبعة، واتنين بستة، واتنين بسبعة، واوصل لك تلاتة بأربعة، وثلاثة بخمسة، وأربعة بخمسة. خلاص؟ وأوصل لك ستة بسبعة. كل دايرتين وصل منهم بساعة. هل ده بقى غير من السورس و ديستنيشنز و لا زي ما هي هم هم اللي عليهم اتنين اللي على الشمال سورسز، التلاتة اللي في النص Center سنتر، الاتنين اللي على مين. destination خلاص لكن ال supply point عدده مختلف ما بقاش نفس عدد ال sources وال point ما بقاش نفس عدد ال transshipment center وال supply demand point ما بقاش نفس عدد ال ايه؟ sources كده ايه؟ بيتهيألي واضح يبقى كقاعدة عامة عدد ال supply point مش شرط يساوي عدد ال ايه؟ sources عدد demand point مش شرط يساوي عدد destinations والسبلاي الترانشيمت بوينت مش شرط يساوي عدد الترانشيمت سنتر. فهمنا كده؟ ادي القاعده اللي حط ده في دماغك واشتغل بقى زي ما انت عايز. فهمنا كده الفكره؟ طيب الترجمه بقى لل على السوفت وير. تمام؟ ادي اه الجدول، خلاص عرفنا الجدول اتعمل ازاي؟ اهو بص ده الديفينيشن اهو. دايما الديفينيشن ده يبقى قدامك، يعني ايه سبلاي بوينت؟ يعني ايه ديماند بوينت؟ يعني ايه ترانشيمت بوينت؟ كنت لو, لو هو ما كانش ليها ديفينيشن كده كنت قلت لك ان السبلاي بوينت هي السورس والديماند بوينت هي الديستنيشن لا، الترانشيمت بوينت ال هي الترانشيمت سنتر ال لا، خلاص؟ يبقى دي ايه؟ خلاص، ادي الجدول اهو، ادي جدولنا اهو، طيب عايزين نشوف بقى نقلته على الايه؟ على السوفت وير، عرفنا ادي كل سبلاي بوينت ليها رو، كل ديماند بوينت ليها كولم. كل ترانشمنت بوينت ليها رو اند كول ال ال السبلاي بوينت بيتحط فيها السبلاي بتاعها الديماند بوينت بيتحط فيها الديماند بتاعها خلاص والترانشمنت بوينت بيحط بنحط فيها السميشن بتاع الايه بتاع السبلاي نحط فيها السميشن بتاع السبلاي اه ادي آه. الجدول آه. آه. اه التكاليف كل خط في الرسمه له تكلفه اللي هي الخمسه والثمانيه والسبعه والاربعه اكيد في خط واصل ما بين النقطتين خلاص الام النقطتين اللي مش مواصل ما بينهم خطوط تمام الزيرو ما بين الايه النقطه ونفسها خلاص الزيرو ما بين النقطه ونفسها فهمنا كده ان ممكن ايه في ارنولد ده كان بيدي اللي جنبه فارنولد ده بن... في ده هيظهر هنا وهنا فمنه نفسه تحط صفر يبقى اي حاجه منها لنفسها بزيرو اي حاجه من مكان لمكان في خط واصل برقم اي ما بين نقطه ونقطه ما فيش بينهم خط واصل يعني انفيزبل سكه مش موجوده يبقى او غير مسموح يبقى دي بحط فيها الام والام از ا فيري لارج نمبر تعالى بقى ال very large number يعني انا شايف في الارقام اللي قدامنا دي ال 100 is enough ال 100 كافيه فتعالى نجرب كده نعملها في 100 هو طبعا الكمبيوتر ما بيبالش انك تحط ايه ام والكلام ده خلاص وبالتالي بقى انا لازم احطها ايه very large number اروح افتح السوفت وير اهو ما فتحتوش لسه معلش شبيه بام اول سؤال طبعا هيسالك عدد السورسز وعدد الديستنيشن ادي الـ اهي ادي, ادي الترانسبورتيشن طيب هيسالك النمبر اوف سورسز تمام ما تقولوش بقى الاصليين بقى اللي عندك في ان انا قايل لك خمسه سورسز وتلات مش كده على الجدول بقى اللي انت عملته خلاص يبقى عدد السورسز هنا ادي 1 2 3 4 انا هقول له اربعه. اربعه طب وعدد الديستنيشنز اللي هي عدد الكولومز خمسه هقول له خمسه. دكتور هنا الـ بقى الـ. لو انا هوصل نقطتين ببعض يبقى انا هزود رقم السورسز <تزويد> يعني مثلا لو ز... لو سوصلت اه لو لو وصلت زيروكس بهيوس يبقى كده هخلي السورسز دي خمسه وهقلل الديستنيشن أه؟ صح كده؟ وش... ليه هتقل لي ليه؟ تعالى بص على الرسمه اهو انت عايز توصل مين بمين؟ زيروكس هيوس زيروكس 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 بيوس خلاص آه. اصبح 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 زيروكس دلوقتي بقت ايه بقت سبلاي بقت ترانسفيرت بوينت. بوينت يبقى هيبقى لها رو ويبقى لها كولوم هيبقى لها رو وهيبقى لها كولوم هو هنا ليها كولوم هتزود لها كمان رو يبقى عدد الروز هيزيد بوان يبقى عدد الروز وعدد السورسز خلاص وعدد الكولومز وعدد الديستنيشن يبقى انت هتزود رو يبقى انا في هذه الحاله هقول له 5 و5 يعني طالما هزود رو طبعًا. يبقى أقول له خمسة وخمسة، ااا آه خ... آه ستة وخمسة. آه سوري دي أربعة وخمسة يبقى هيبقى خمسة وخمسة أه. هنزود رو. إن هي أصلاً زيروكس دي كانت ليها بس. عشان كانت ديماند بوينت. فلما وصلت زيروكس باللي بعدها أصبحت زيروكس دي بقت ترانشيمت بوينت. هيبقى لها رو وهيبقى لها قولم. هي أصلاً ليها قولم. هنزود رو. هنزود رو يعني هنزود سورس هتبقى خمسة في خمسة. مش أربعة في خمسة. تمام فهمت خلاص يبقى انت دايما من الجدول بعد ما تترجم الرسمه في شكل جدول خلاص ما انت لازم تعمل الجدول تمام فانت تعد عندك كام رو وعندك كام كولم عدد الروز وعدد عدد السورسز وعدد الكولمز وعدد عدد ليه؟ لان دي هو بيفترض ان دي بقت ترانسبورتيشن مش انا لما قلبتها وحولت الترانشمنت الى جدول بقت ترانسبورتيشن بروبلم بقى فيها كام رو؟ اربعه دي دول عدد السورس فيها كام كولم؟ خمسه دي عدد الايه؟ الديستنيشن يبقى انت دايما العبره بعد ما تترجم المساله في شكل جدول بالطريقه اللي قلنا عليها خلاص هتشوف عندك كام رو يبقى ده السورسز عندك كام كولوم يبقى ده الديستنيشن يبقى انا كده عندي أربعة روز اللي هو ارنولد وسوبر شيلف وتوماس وويشبرن دول عدد السورسز دول اربعه والعدد الكولومز اللي هم زيروكس وهيوس وروك رايت وتوماس وويشبرن ادي خمسه يبقى اربعه في خمسه والاوبجيكتيف مينيمايزيشن وهقول له اوكي تقدر طبعا تحط المسميات عشان ما تتلخبطش وانت بتنقل تمام و انا مش حطها طبعا عشان الوقت انا شايف الارقام كلها قدامي اهو فانا هنا بالنسبه لي الامب زي ما اتفقنا نحطها 100 خلاص ادي 3 امبات و4 ادي 100 اهي بعد كده عندنا 5 8 ادي 5 8 75 75 خلاص وبعد كده الروت تاني ادي مية 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 وهنا هيبقى سبعة أربعة سبنتي فايف سبعة أربعة و سبنتي فايف الروت تالت مفيش إمات بقى تاني هنا يبقى واحد خمسة تمانية ادي واحد خمسة تمانية وبعدين زيرو مية و مية وخمسين. السورس الرابع. يبقى عندنا أربعة 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 ربا أربعة أربعة. وبعدين مية. وبعدين صفر. وبعدين 150. وبعدين وخمسين. وبعدين بقى 50 60 40 150 150 تمام؟ هتتاكد خلينا نفترض ان انا مدخل البيانات صح وصلت اتفضل بس الام الام بقت 100 بس ممكن ممكن تكون حاجه بسيطه بس انا مش فاهمها بس الام بقت 100 ليه؟ انا اخترت الام تعرفها ايه؟ از ا فيري لارج نمبر فأنا بالمقارنه بالارقام اللي عندي 4 و5 و7 و8 يعني اكبر رقم في الارقام قبل ما احط ال100 كان 8 فلما احط الـ ال 100 دي تعتبر كانها فيري لارج نمبر بالنسبه لل8 عايز تخليها 1000 خليها 1000 مش هتخلي خلاص يعني عايز تخليها 1000 خليها 1000 نروح نضربها مني انا نعم نروح نضربها مني يعني ال100 دي اه اسيومد يعني ال100 دي افتراض انا افترضت ان هي 100 عايز تخليها 1000 يحطها 1000، عايز تخليها 10000 يحطها 10000. المهم ان هي فيري لارج نمبر بالمقارنه بالارقام اللي موجوده عندنا. بس يعني دي دي حضرتك بس ممكن تسمي الترانسبت بوينت لو سمحت. تسميها بس عشان تبقى صعبه إيه؟ في الحل. تسمي الترانسبت بوينت. اللي هي صورة التشابه خلاص ما هو ماشي بدل ما اقعد بسميهم ما هو خلاص احنا عارفينهم خلاص؟ يعني اهو انا كتبت الارقام مظبوط نقلت الجدول مظبوط تمام بدل ما اقعد اكتب الايه الاسامي الاسامي تقدر انت تضيفها انا هسيب الفايل ممكن ابعته لك غير انت بقى الاسامي إيه؟ براحتك انا هقول له سولف عشان اشوف بس الحل هيطلع عامل ازاي اهو ادي سولف بص كده لاحظ كل الخانات اللي فيها ام ولا خانه فيها رقم كل الخانات اللي فيها ام ولا خانه فيها رقم ن بيتجنب الام يتجنب دي, بتعلي التكلفه مش لو تفتكروا كده كان الثلاثه الاولين دول ام والثلاثه اللي بعديهم ام فاضي هو ديستيشن 4 وسورس 3 75 طريق مش طريق احنا الخانه دي حاطين فيها صفر السيل دي حاطين فيها صفر الايه؟ صفر ديستنيشن 4 ومع سورس 3 destination 4 4 مع source 3 اللي هي ال 75 دي احنا حاطين مكانها صفر عشان دي من ال... من منها لنفسها ماشي تمام يبقى هنا ادي اهو ثواني كده من يبقى دي 3 3 4 صح؟ 3 3 3 بص اللي كانوا صفر 3 وديستنيشن 4 اللي كانوا ثلاثة اهو اللي كانوا ثلاثة من من ثلاثة لأربعة طيب. بالظبط 75 خلاص فدي صفر يعني كأنه إيه حرك الحاجة بدها لنفسها دي معناها إيه؟ معناها ما اتحركتش أصلاً تكلفتها صفر دي عشان بس يحقق الكونسترينز بتاعت السورس وبتاعت الديستنيشن مش في كونسترينز هو بيحققها لكن هي دي أصلاً مش هتنقل حتى لما تضرب 75 في صفر يطلع صفر مم. خد بالك فادي دي دي كانت صفر وفي عندنا صفر تاني من أربعة لخمسة أهي طلعت فاضية بالظبط حاجة حتى لو نقل حاجة ما هو مفيش فيش حاجة يعني تكلفتها صفر مش حاجة تنقل أصلا دي عشان يحقق ليه؟ لأن العمود الرابع ده المفروض مجموعه كام؟ 150 أدي 75 زائد 75 حقق لك ال 150 اللي أنت طلبتها فالاصفار اهو واحده طلعت 75 الاصفار مش هيتجنبها بالعكس ده الاصفار دي ده انا عايز املاها الاصفار دي انا عايز املاها خلاص دي آه تكلفه صفر خلاص عشان يكمل لك الكونسترينز مش اكتر لكن لا في حاجه هتتنيل ولا حاجه هتروح ولا حاجه هتيجي طب حضرتك واحنا بنعمل آه الاناليسيز بتاعت بتاعت الحل بتاعتنا نعمل فيها ايه؟ يعني 75 و75 اللي هم جايين من النقطه دي الشغل بقى المعاني الكلام ده هتقول لي من منين لفين؟ يعني أو. من ارنولد هنودي آه... توماس خلاص هنودي 75 بس تحلل بقى الكميات انت مفضل تبقى بتوع المسميات خلاص حسب ما انت قايلها في البروجكت بتاعك عشان تقول بقى كم مسميات يبقى هنقل من كذا الى كذا ودي تكلفتها قد كده وهنقل من كذا الى كذا بتكلفه كده يعني اللي هو الجدول ده اللي هو بيقوله لك جدول فاينل سوليوشن تيبل مش عبوصة. عبوصة ده بص بص ادي ده اللي هنا اخر جدول اللي هو بـ بـ بحدد منه ان ده الاوبتمث الشيبنج كوست او الشيبنج ليست. يبقى هتقول له هنقل من هنا الى هنا 75 يونت بتكلفه اجماليه قدرها 375 دولار. وهنقل من هنا الى هنا 50 يونت بتكلفه 50 وهنقل من هنا لهنا 25 يونت بتكلفه كده. ده الاناليسي اللي انت بتقول بأسامي بقى, بقى الأماكن بأسامي الأماكن اللي أنت مطلعها هو كل بس اللي أنا عايز بطل أقول لو أنا, أنا مستخدم مسافات يعني أنا ما استخدمتش تكلفة استخدمت المسافة عادي ما هي هي نفس المسافة امم هي هي نفس الكلام هتقول على المسافة إيه أنت عايز تمينمايز الديستنس اه خلاص وأنت عطيني الديستانس دي مكان التكلفة بس يعني أنت هتقول أتين الخمسين 50 ب ودي المسافه بتاعتها 50 كيلو مثلا، وبعدين ال 25 بمسافه كذا، بدل كوست هتقول مسافه ديستنس. تمام؟ مش لازم طبعا تبقى كوست، عادي ينفع تبقى ديستنس مفيش مشكله خالص. واعتقد المساله دي ديستنس مش كوست، بتهيألي كده. اللي هي بتاعت ارنولد والكلام من ده، دي ديستنس، تالي ازاي ازاي اخلي بقى الساين ساين دولار دي كيلو متر مثلا؟ الايه؟ المسافات يعني إزاي؟ انت في... أو إزاي اه ازاي احولها في البرنامج؟ يعني اقدر اعمل اخراج من البرنامج مثلا اخلي ساين دولار دي الكيلومتر مثلا؟ لا ما هو هي... هو هيطلعها كده انت بقى مش هتكون كلمه دولار بقى خالص ده هو البرنامج هو اسطمبه كده ثابته فيه خلاص؟ هي بقى ديستنس هي فلوس هي كذا حسب انت اللي انت مستخدمه لكن هو مش هيفهم ان دي ديستنس ويطلع لك كيلومتر خلاص؟ وما عندكش قدره انك تغيرها خلاص؟ فالتكلفة ممكن نعبر عنها بالمسافة ممكن أي حاجة فهو مش هيغير دي استامبا ثابتة مش هتطلع غير كده هو بس اللي أنا عايز أقوله في اللحظة. لاحظ إن كل ما هو إم ما اختفى لازم أهمية أهي مش معنى ال 100 مشت عشان دي فيري لارج نمبر بالمقارنه ببقيه الايه؟ الارقام، لكن ما تبقاش الارقام 80 و90 وخم... وتحط لي 100، لا حط 1000 بقى. يعني اختار رقم كبير زود صفرين ثلاثة بدل مية لو انت شاكك كده خليها ألف خليها عشرة آلاف خلاص رقم في الحدود دي هتلاقيه يتجنب الخانة دي. لكن الصفر دي يروح لها ده اول خانة هتتملى لو انت مستخدم الليست كوست فاكين الطريقة الستارتنج ميثود الليست كوست هيبدأ بيدي على طول يملاها هم صفر دي ده احلى حاجة مش هنتكلف حاجة لكن هي إيه في الاخر ما فيش حاجة هتتنقل من مكان لمكان مش هتنقل خلاص فالتكلفة صفر زي هنا ده الخانة دي طلعت فاضية يبقى انا من هنا الى هنا مش هنقل حاجه من المكان لنفسه مش هيتنقل، لكن لو المكان لنفسه اتنقل كذا مهما اتنقلش برضه ان تكاليفها صفر مفيش حاجه يعني ملهاش تاثير في التكاليف ملهاش تاثير في التكاليف واضحه كده اللي كان بيسال على الحل يعني ما ظهرتش المشكله والدنيا ماشيه آه تمام فهو هيثم كان عنده مشكله في الاستراكشر بتاعه المساله تمام يعني العيب عنده هو عامل مشكله في الاستراكشر دي اللي سببت اللي, بيحصل معاه بس ايوه دكتور انا رجعت هيثم رجعت طيب حضرت معانا المثال ده من اوله ولا ما حضرتوش؟ لسه داخل اه لسه داخل طيب لسه داخل. هو انا حليت لهم تمام انا بص اهو انا حليت لهم المساله دي اللي احنا عملناها في المحاضره بالكامل اهو مع بعض خلاص ابتداء من الرسمه وازاي نترجم الرسمه في شكل ترانسبورتيشن تيبل ودخلت الترانسبورتيشن تيبل على السوفت وير اللي هو ده دخلتها نفسها هي هي وطلعت صح ما باش حاجه وطلع سبلاي كل حاجه صح بس في المساله بتاعتي هي اللي ما طلعتش صح او هي اللي أيوه. طلعت طيب شير لنا بقى المساله بتاعتك خلينا ايه قبل الصلاه نقفل الكلام ده عشان بعد الصلاه نشتغل في الموضوع فاكر الجدول قلت لك كده اظهره طيب أوه. انا هعمل لك بس شير اهو هعمل لك شير عشان تعرف ايه تشير الحاجه بتاعته اهو هيثم هيثم اهو هيثم تمام ميك ابريزنتر تشينج خلاص وانا هلغي الشير عندي عشان يبقى مسموح لك انت ايه الشير بس طيب لنا بس الرسمه الاول نبص عليها كلنا مع بعض الرسمه اللي انت رسيت عليها اللي انت عايز خلاص هي دي اللي انت هتشتغلها. وبعد كده ورينا الجدول ترجمت انت الرسمه دي في شكل جدول عامل ازاي تمام؟ وبعد كده ايه هنحلها مع بعض على على السوفت وير. كده قدامنا ساعه على الصلاه. هناخد المساله بتاعه دي نقفلها الاخر ونكمل بعد الصلاه بقى نشرح الموضوعات الجديده لا لا احنا احنا فاضل لنا حاجه و30 دقيقه يعني ما فيش 32 دقيقه تقريبا على الصلاه يعني هي أيوة الصلاه 12 اه 12 و41 بالظبط آه يعني في القاهره ما احنا بنخلص 12 ونص هنخلص 12 ونص واحده اللي هيت بكثير هنخلص بس محتاج طيب دي اخر رسمه انت هترسم عليها انا مش عايز بقى محاولات كتير اللي انت قايل لي خلاص الاخيره تمام اه دي اخر حاجه حلو كده خلاص طيب هو بس ايه هقول لك على شويه مصطلحات انا قلتها لهم وانت مش موجود طيب احنا عندنا الرسمه دي اما اجي ابص عليها الرسمه دي عندنا الناس بقى خليكم معايا خلاص عندنا كام سورس في الرسمه اللي قدامنا دي خمسه خلاص عندنا فايف سورسز كايرو الكسندريه بورسعيد لوسر اسوان يعني خمسه سورسز اللي هم المصانع وعندنا كام ديستنيشن في الرسمه اربعه كايرو اسكندريه لوسو اسوان ودي الماركتس خلاص وعندنا كام ترانشيمنت سنتر او ديستريبيوشن سنتر ثلاثة جيزه طنطا واسيوط حد عنده اي اعتراض في المصطلحات اللي انا قلتها مفهومه طيب النقطه الثانيه طيب تعال نشوف فين هنا السبلاي بوينت اللي موجوده في احنا عشان نحل الترانشيبمنت بالترانسبورتيشن قلنا فيه تلاتة زي في ثلاثة ديفينيشنز عايزين نقولهم سبلاي بوينت ترانشيبمنت بوينت ديماند بوينت الثلاثة دول غير سبلاي وسورس وغير سورس وديستنيشن وترانشيبمنت سنتر خلاص طيب عندنا, عندنا هنا سبلاي سبلاي بوينت هنقول بس الديفينيشن بتاعنا الاول السبلاي بوينت هي اي بوينت في الرسمه send goods and not receive مين هنا سند و ريسيف الخمسه اللي على الشمال مظبوطه كده حد شايف غير كده طيب نيجي بعد كده بالنسبه ليه الديماند بوينت الديماند بوينت تعرفة ريسيف اند نوت سند مين هنا في الرسمه دي بي receive جودز و نوت سند جودز الاربعه اللي على الشمال كايرو الكسندرية و واسوان اذا هنا في الرسمه دي عدد السبلاي بوينت طلع بيساوي عدد الايه السورسز وعدد الديماند بوينت بيساوي عدد الديستنيشن، صدفه اهي، خلاص؟ إذاً عدد الترانشيمت بوينت، الترانشيمت بوينت تعريفها إيه؟ ريسيف، آند سنت الثلاثة اللي في النص هم كلهم بي ريسيف وكلهم بي إذاً الثلاثة دول يعتبروا إيه؟ يعتبروا إنهم اااا آآ ترانشيمت بوينت. تمام؟ هو هنا سامح بنقل مباشر من اسكندرية لإسكندرية، ومن كايرو لكايرو. مظبوط زي ما قلنا ومن الاقصر للاقصر ومن اسوان لاسوان ده كلام لوجيك على اساس ان السوق في نفس المكان اللي فيه المصنع وبالتالي ان ده اولى وده اكيد اللي هياخد التكلفه الايه اقل بيولوجي كده لازم تكون تكلفته اقل من اي تكلفه ثانيه خلاص مش لازم تبقى ايه خلي بالك مش اقل من اي فرع ما ممكن افرض من الإسكندرية للجيزه ب 5 جنيه وبعدين من الجيزه الاسكندريه ب 3 جنيه بعد يعني كده 8 لكن اسكندريه اسكندريه المفروض تبقى كام؟ تبقى 3 2 4 المهم رقم اقل من الايه؟ من مجموع الوصله الغير مباشره اكيد يعني لكن اي ارقام تحطها ماشيه ما عندناش مشاكل خالص فيه، تمام انا مش بختبرك في, في الارقام قوي بس لازم تكون الارقام على قد ما تقدر انها تكون لوجيك طيب تعالى بقى نشوف الايه ادي هو حاطط ال السبلاي دي مي... دي 100000 تمام 80000 و70000 60000 50000 خلاص دول مجموعهم كده كام ادي 180 180 و70 250 250 يبقى 310 يبقى 360 خلاص شباب هنا... بس حته صغيره هقطعها لك هنا ابو احنا هنا بورتو واحنا بنقسم ممكن كايرو تدي أه كايرو بس صح مش لازم تروح على يعني ممكن تعدي على الجيزه او تروح كايرو اه هو عامل اه بس كايرو اللي اقصد بتروح طنطا وبتروح حصنها لا بس بتدي برضه طنطا وقصدها من... انا قصدي كده لازم لا من كايرو مش عامل بتدي المراكز مراكز التوزيع دي مخازن عادي اه عادي بتدي من المصانع تخزن الاول بعدين تدي للسوق او انقل من المصنع, الأول للسوق. أواني من المصنع ليه السوق؟ يعني تعالى خلينا في الواقع انت عندك مصانع واسواق ومخازن، انا ممكن انقل من مصنع للسوق مباشره، افرض السوق طالب بكره، لسه هودي المخزن معين من المخزن اودي السوق؟ لا، ممكن تودي مباشره من مصنع و... للسوق. اقصر مثلا آه. ممكن تودي لاسيوط و... و يعني ما مع... انت آه. سيب بقى الاوبتمايزيشن ال... 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 هو اللي هيختار لك آس يعني ارخص سكه بس. يو... الاوبتمايزيشن هيختار لي ارخص ارخص سكه. فدي ما تشغلش بالك بيه هو هيجيب لك الأحسن. أنت اعمل له كل ما هو ممكن هو هيجيب لك الأفضل على الإطلاق، بيطلع لك الأوبتيمال سوليوشن. طيب آدي كده عندنا السورسز 360 ألف. طب احتياجات الأسواق قد إيه؟ آدي 40 و 35 يبقى آدي 75، 75 و30 قد 105، 130. يبقى المصانع بتنتج 360 واحتياجات السوق بينتج 130. طبعا لو الكلام ده في الواقع الشركه دي هتخسر بتنتج اكتر من احتياجات الطلب بكثير جدا خلاص لكن ما تغيرش خليك زي ما انت لكن هو في الواقع يعني انا انا غيرت عملت, عملت أو نسخه عملت نسخه تانية، وخليتها نفس الرقمين نفس المتساوي وبرضه بيطلع نفس أو المشكله او, أو خلي واحد غيرت كذا مره خلي مش دي مش دي السبب دي مش السبب انا بتكلم مش هي دي السبب مش المشكله أدور إيه؟ انا بحاول ادور ايه سبب المشكله اه انا فاهم انا فاهم انا فاهم لكن هو يعني هو زي بس اللي انا بقوله بايولوجيك ما تخليش الجاب كبيره قوي ما بين الاثنين لكن هو مش هيفرق لا على الكمبيوتر هتفرق ولا في الحل هتفرق ولا كده خالص لكن انا بتكلم على حاجه واقعيه جميل طيب انت ترجمت بقى الكلام ده في شكل ايه جدول هات لي كده الجدول لا ما ظهرش لسه ايوه تم ادي الجدول تم فانت ادي حاطط ادي الخمس سورسز الخمس مصانع وادي الاربع اسواق وادي الترانشيمت بوينت كررتها هنا وهنا تم طب انت حطيت التكلفه من كايرو الى كايرو 2 تمام ومن كايرو لسوق اسكندريه والوصل واسوان مفيش خط تبقى ام تمام ومن كايرو للجيزه وطنطا واسود دي الارقام اللي انت حاططها جميل خلاص كده دول الارقام دي لوجيك وادي الميتال طب نيجي من اسكندريه من اسكندريه لكايرو ام آه ماشي من اسكندريه اسكندريه 2 مفيش مشكله ومن اسكندريه لبقيه الاسواق ب وادي من اسكندريه للديسيجن سنتر جميل يعني بعد كده من بورسعيد للاسواق كلها تمام ام مفيش سوق في بورسعيد ماشي خلاص يبقى دي كلها ام ومن بورسعيد للترانشيمت بوينت موجود عندنا تمام طيب من لوسر لكايرو اسكندرية ام من لوسر لوسر اتنين من لوسر لاسوان ام خلاص و الجيزة اربعة وعشرين تلاتين اسيوط خمستاشر ماشي أسوان للثلاث أسواق إم ولسوق أسوان اتنين ومن أسوان رايحة للترانشيمبت بوينت 30 خمسة وتلاتين طب من Distribution سنتر من الجيزة للأسواق الأربعة أدي تلاتة تسعة أربعة وعشرين إم ماشي من الجيزة للجيزة غير مسموح من بين الترانشيمبت بوينت يبقى إمات مظبوط ومن طنطا لدول مظبوط ومن طنطا ل للباقي اه بص طنطا بس هتخلي بس من طنطا لطنطا زيرو وهتخلي من الجيزه للجيزه زيرو وهتخلي من اسيوط لاسيوط زيرو خلاص يعني الام الح... الام الحمراء دي ايوه الام الحمراء دي ما هي المكان الام الحمراء دي ان هو بي... بيستخدم الام الحمراء دي هي انا بحطيتها ل1000 بيستخدمهم فعشان. زيرو هيستخدم هي ما صفر معناه ايه معناه ان, الحاجه ما اتحركتش المكان اه من من من, يعني ال... من المصنع اللي في طنطا للمصنع اللي في طنطا التكلفه كام زيرو حتى احنا حلينا مثال من شويه حطينا التكلفه م. زيرو طلع لي كميه هل مع كده في حاجه اتنين في حاجه اتنين بس ليه طلعت كميه عشان الكونسترينز آه. بتاعت خلي... السبلاي والديماند اه هتخلي بس من جيزه م. للجيزه صفر خلاص من الجيزه مش كل الاحمر من الجيزه الى آه. للجيزه صفر من الجيزه لطنطا ام ودي ام هي ومن طنطا لطنطا خليها صفر ومن اسيوط لاسيوط خليها صفر عدلتها كده تمام تمام كده بعد كده هنكمل بقى دي من طنطا للاسواق خلاص ودي مظبوطه ومن اسيوط للاسواق خلاص واسيوط لاسيوط زين وادي الارقام عندنا ايه كده كده جميل الجدول ده كده ابليكابل طب تعال نشوف الام كده نحطها بكامل الام حطها ب1000 1000 كافيه جدا 1000 كافيه جدا خلاص انت ليه طلع لك ارقام عارف بسبب الاصفار الحمراء اللي احنا غيرناها دي ليه لان اصبح دلوقتي اصبح دلوقتي ايه انت وعدم الصفر ده كده انت ما كملتش كونسترينز ده كان كان هيكمل لك ان مجموع القيم بتساوي 360 او ان مجموعهم كده، دي فكره بياخد 360 بيضربها في ال1000 وبيشتغل عليها اه اه طب هحلها انا بقى ادي اهو انا هصور بس الجدول كده. خلاص ادي صورت انا الجدول. خلاص انا هلغي بقى الشير بتاعك وهعملها ايه؟ آه قدامي. خلي بس انت جدولك يبقى مفتوح قدامك عشان ايه؟ لو غلطت في رقم يبقى انت شايف انا بعمل ايه. يعني ادي اهو. اروح بس الغي لك الشير الاول. ادي هيثم اهو. جميل كده. هروح افتح السوفت وير وهقول له نيو هرجع كده تاني ترانسبورتيشن اهو وهقول له نو no. مش هسيف وبسيب انت بقى براحتك خلاص طب اول سؤال بيسالك عدد السورسز يعني عدد الروس عندنا كام رو ادي واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تمام ثمانيه رو يبقى انا هقول له عدد السورسز ثمانيه تمام وعدد الـ destinations ادي 4، حاضر يبقى عدد الروز rules يساوي 8 تمام ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 خلاص وعدد الـ columns ادي 4 وثلاثة سبعة. ادي يعني سبعة. ومينيمايزيشن خلاص مفيش مشاكل. آه. تمام؟ طيب هنيجي ايه؟ احنا قلنا مكان الام هيبقى هنحط ايه؟ 1000. هخليها بس ايه؟ فول سكرين كاش يبقى كله قدامي وشايف الايه؟ الارقام. خلاص؟ تمام. هو طبعا ممكن ايه؟ نغير المسميات زي ما قلنا. انا طبعا في شويه تعب اغير فانا كده ايه سريع اهو يبقى انا عندي اتنين الف بكل كل الامات هحطها الف 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 ادي تلات امات ورا بعض اهو بعدين تلاته خمسه خمستاشر تلاته خمسه خمستاشر وبعدين القيمه مئة الف ادي احطها يبقى تفاهم ان ايه يعني هلغي الأصفار بتاعة الآلاف، جميل؟ طيب الروت تاني ام يبقى 1000، بعدين 2، انت طبعا هتغير المسميات، تكتبها زي ما انت كاتبها بالظبط عندك، بعدين 1000، 1000 تاني، وبعدين 9، 8، 22. يبقى 9، 8، 22. وبعدين 80،000 يبقى هكتب 8. خلاص انت طبعا تبقى دي بتبقى 80000 عشان يطلع لك ايه؟ بنفس اليونت بتاعتك 80 وبعدين الرو الثالث عندنا اربع امات يبقى 4000 فدي 1000 1000 وبعد كده ادي الاربع امات 8 10 20 8 ليه بالتالي 3 دكتور 2 3 بنكتب 2 يا دكتور مع ديستنيشن 3 سورس اه في واحده هنكتب ديستنيشن 3 2 سورس 3 مع ديستنيشن 3 سورس 3 لا مفيش فيش هو مش عامل اصلا مش عامل سوق مش عامل سوق فيها بورس عيد فيهاش سوق ما فيهاش سوق لا بورسعيد ما فيهاش سوق مش عامل سوق هو بورس أو عيد أوكيد. تمام؟ اه تمام شكرا معلش طيب تمام وعليكم يبقى 8 10 20 وبعدين 70000 يبقى 70 خلاص وبعدين الرابع الرابع عندنا ام ام يبقى دي 1000 1000 هل لازم كلهم يبقوا 1000؟ لا ممكن 1000 ألف و1000 ألف. اي ارقام بقى يعني مش لازم يكونوا زي بعض واحدة 1000، واحدة 2000، المهم بيبقى أرقام كبيرة وخلاص. خلاص أنا كده إيه في الرابع، يبقى آدي 2000، وبعدين 2، وبعدين 1000، خلاص، وبعدين 24، 30، 15، 24، 30، 15، والقيمة 60، 60 ألف، بعدين الـ رول اللي هو آدي واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، عندنا ثلاثة إم، هو طالب هو كاتب الأسامي بتسهل لك الإيه؟ إنك ما تغلطش، خلاص؟ لكن بس عشان الوقت، عشان هخلصها قبل الصلب، وبعدين اتنين، تلاتين، خمسة آدي اتنين، تلاتين، خمسة 20 عشرين، خمسين، آدي عشرين، و خمسي. بعد كده السادس كنا في أسوان اللي هي الجيزة تلاتة تسعة تلاتة تسعة أربعة وعشرين سوري أربعة وعشرين تلاتة تسعة أربعة وعشرين تلاتين صفر ام اللي هي ألف، ألف، وبعد كده تلتمية وستين، طيب بعد الجيزة طنطا يبقى تلاتة، تمانية، تلاتين، خمسة وثلاثين. ألف، زيرو، ألف، وتلتمية وستين، الربع الأخير، خمستاشر، اتنين وعشرين، خمستاشر تاني، عشرين وبعدين ألف ألف زيرو وبعد كده تلتمية وستة والديماند بقى تحت أهو أربعين خمسة وثلاثين ثلاثين خمسة وعشرين تلتمية وستين 360 360 جميل لو حد شايف اي غلطه او اي حاجه هنفترض ان ده صح اهو اكزت هنا وهقول له صور وهقول له فول سكرين اهي تمام انا عملتها طلعت 260000 هي طلعت ب طيب تعال نشوف بقى الامات طلع فيها حاجه مم. ها بص كده اول رو الثلاث امات فاضيين خلاص ثاني رو ادي فاضيه وبعدين اثنين ام فاضيين والباقي كله فاضي ثالث رو اول اربعه ام بص ثالث رو فاضي الشيبنج ليست بتبان هيطلع بالضم خلاص ماشي ما انا بقى بعد انا الام تمام؟ آه. ما فيش ولا ام ظاهر فيها اي آه رقم كده م... في الشي... في هي كده ولا ام فيها؟ ده الصوت ببطت. صح؟ آه. هو الغلطه اعتقد عندك في الصفر اللي انت كنت نسيت بس يعني انا اعتقد طب الغلطه ممكن حضرتك ترجع للايديت داتا هل بيقلب سبلاي آه. ولا دمي تاني؟ طيب هنشوف حاضر ادي الايه؟ وادي الايه الحلول اهو بالتكاليف بتاعته خلاص؟ ادي كده اهو تمام هنخرج الفول سكرين وهنقول له اديت طب لا انا برضو رجعت تاني عندي دلوقتي لقيتها برضو ضمي بيغير طب اقفل لا اقفل 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 يعني تقفل البرنامج وتعمل ريستارت للجهاز بتاعك لان هي علقت عليه كده وهتلاقيها ظبطت طيب تمام هو هو كان الـ الـ السبب في حته ان الام بيطلع فيها ارقام هي بسبب الايه الاصفار اللي كانت ناقصه فهو هو مضطر يستخدم الألف 1000 ليه انك انت في خانه انت لغيها له فهو كان لازم يستخدم عشان يكمل ال360 اللي تحت دي غيرت الارقام خليتها بالانس وبرده بي آه بيروح لل حوالين يعني نفس اه التستيليش. لا كده خلاص لا كده هتلاقيها اتظبطت خلاص يعني كده هتلاقي دي, المساله بتاعتك وانا حليتها اهو خلاص صورها بقى يلا وانقشها وحطها انا طلعت 260000 معايا انا 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 عامل اللينير بروجرامينج وعامل دي ما بيطلعوش نفس بعض وبرد ف المفروض كده يطلعوا كده زي ما هي... خلاص ظبطت الدنيا هي كده ظبطت لان لما احط صفار دي آه ممكن تتظبط مع ال... اه هتتظبط اه هتتظبط بالظبط اه هتتظبط كده تمام يعني هتلاقي الدنيا اتظبطت وماشيه مظبوط مع اللوجيك طيب شكرا لحضرتك تمام يا جماعه طب اي استفسار تاني انا مش هدي بقى حاجه ما فيش وقت ادي حاجه اللي بعد الصلاه بقى ان شاء الله فلو في اي استفسارات في الخمس دقائق اللي فاضلين دول او العشر 10 دقائق و اسالوا يبقى خلاص كده فهمنا بس عايزين ناكد تاني يعني ايه سورس يعني ايه ديستنيشن يعني ايه ترانشيبمنت سنتر يعني ايه سبلاي بوينت؟ يعني ايه ديماند بوينت؟ يعني ايه ترانشيمت بوينت؟ خلاص؟ مش شرط دول يبقى عدد دول. تمام كده؟ تمام اعمل بقى زي ما انت عايز بقى وصل الاسهم زي ما انت عايز انت حر. خلاص؟ يعني ايه؟ المهم انك انت لما تيجي تترجمها الى اه ترانسبورتيشن تترجم صح. خلاص؟ ال ال الحاجات النودز اللي ما فيش بينها خطوط تتحط ام خلاص؟ بين الحاجه ونفسها تحط صفر. واللي بيه في بينهم خطوط هتحط الكوست اللي على الخط اللي انت عامله بس دي القاعدة العامة عشان تعرف تحل المسألة على الكمبيوتر حد عنده أي استفسار في الكلام ده يا جماعة؟ برضه حتة الـ الاكتيفيتيز activities تاني بتاعت الـ CBN اتفضل هو انا بس سؤال في عموم. هو احنا حضرتك كنا خدنا قبل كده العنوان decision making يعني هو احنا ما لمسناهاش قوي لغايه دلوقتي ان احنا ناخد قرار ازاي يعني في الاستنتاجات بتاعتنا من كل مساله ده المطلوب فعلا في الديسيشن ميكنج يعني ولا حاجه ثانيه؟ ايوه يعني ده المطلوب انك آه انت آه بس لكن مش عاوز بطل اللي طالع تانلايز آه. الكلام ده وتدي ريكومنديشن للناس اه اه بيساعدني. بيساعدني في اتخاذ القرار صح كده بس مش ده المطلوب يعني مظبوط اه 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 ده المطلوب هي دي يعني ده القرار انت بتقول ان انا هالي من هنا لهنا كسب بتكلفه ده قرار وانت وصلت للاوبتيمال سوليوشن ده يعني ده افضل قرار ممكن في عدد لا من الحلول اه انا اطلع بقرار وانت بقرار لكن في قرار هو الافضل هو ده احنا من الماده اسمها نيتورك اوبتمايزيشن يعني تديك الاوبتيمال سوليوشن يعني لو 20 واحد قاعدين بيفكروا في التوزيع دي الحل ده ده احسن حل كل واحد هيجيب حل بتكلفه مختلفه الحل ده اقل تكلفه ممكن بس هي دي الفكره ادي آه هو ده اتخاذ القرارات. اي استفسار تاني في الحته دي؟ طيب كنت بقول انا بس حته اللي الاكتيفيتيز تاني. اللي عايز يغير ويحط اكتيفيتيز من عنده ما عنديش مشكله خالص. الف مشروع تاني مختلف اهو انا بس اجيب البروجكت مره تانيه. ممكن نكسر الاكتيفيتيز يعني انا لو انا شايف ان ممكن نكسر ب... لو في اكتيفيتيز اه اه, آه, آه. مفيش مشكله نزودها اعتبر ان ان لك دي جايد لاينز امشي إيه في حدود لان الهدف يا جماعه التدريب والتمرين انت مش مستريح للكلام ده وشايف نفسك مش هتعرف تقول لا غير مفيش مشكله خالص مفيش مشكله توزيع اربع حاجات مع بعض بس ممكن ما مثلا فيش لو مشكلة. لقيت ان انا ممكن ازود ازود اقسم اه اه, آه. مفيش مشكله دي يعني ادي المينم افرد انستول الدور والويندوز والانسوليشن عايز تقسمها اقسم الورز والروف عايز اقسم اقسم الالكتريكال والبلامنج ممكن تقسم الى تو اكتيفيتيز ما مشاكل وتعملهم ان هما ممكن يتموا في نفس الوقت ما ممكن تاخد على ان مثلا الاند دي يعني انا اقصد ان ان الاثنين دول ممكن يتموا في وقت واحد يعني هل هيمنع ان السباك شغال في الحمام بيعمل السباك والكهرباء الكهرباء شغال في الاوض بيعمل الكهرباء ما فيش ما يمنع فممكن الاثنين يشتغلوا بارل فانت ممكن حاجه ذكية كده تقسمها ما بيش مشاكل خالص بص يا جماعه يعني اعتبر ده جايد امشي في حدودها لكن عندك دي مش مسألة امتحان يا جماعة في فرق بين المسألة وبين بروجكت بروجكت انا هدفي منه يا جماعة التدريب والتعليم فقط لا غير فلو انت مش مستريح للاكتيفيتيز دي شايف ان دي ما انتش فاهمها تمام خلاص غير بأي اي اي بروجكت تاني في حدود ال 20 اكتيفيتي عايز تزود مفيش مشكلة عايز تاخد ده كما هو خده كما هو خلاص وعيد التوزيع مفيش مشكلة عايز حاجات تقسمها قسم مفيش مشاكل تمام يعني الحاجة اللي تنفع تبقى عايز تقسمها قسم إذا دي جايد لاينز امشي لي في حدودها بس وضحت؟ ولا لسه في لابس؟ تمام شكرا لحضرتك تمام والموضوع لو أنت ده والله ما لا محتاج مهندس مدني ولا محتاج أي حاجة ده ما تخيل أنت كده بتبني شقة خلاص إيه اللي بيتم في الشقة دي؟ هو نفس اللي موجود بس قال فصلت ففي حاجات إيه؟ اكيد انت عارف ان المحاره لازم توقف للنقاشه انت عارف ان السباك والكواب ممكن شغالين في وقت واحد انت عارف ان ايه ما ينفعش ابلط الا لما يبقى في سقف خلاص ما ينفعش ان انا اعمل الدهانات والتشطيبات لما الحيطان والسقف يخلص كده فانت لازم ايه يبقى في شويه لوجيك بس في افرض غلط يعني في اي حته لوجيك مش جريمه يعني انت ما عملتش جريمه خلاص والدنيا ماشيه وهتبقى صح وكان قد اه ممكن هتين اصدر اه ممكن هتين اصدر لكن يعني انت ما استخدمتش لوجيك منطقي بس ده ده مش اكتر شايف الكلام ده انت بالنسبه لك بعيد عن مجالك غير المجال مفيش مشكله خالص لكن انا اختياري الحته دي اساسا إن انا قلت دي مباني فكلنا عارفين وعايشين في مباني وعارفين الدنيا بتمشي ازاي مش اكتر وسبت لكل كل الناس يحطوا الوقت اللي هو شايفينه منطقي انا حطيت لك جايد لاينز بس ان الوقت يبقى بالاسابيع القصص دي كلها بس تمام انت بقى حسب انت شايف اه دي تاخد اسبوعين دي تاخد ثلاثه بيولوجيك كده يعني مش مش لازم اروح اقعد مع مهندس يقول لي دي هتاخد قد ايه لا خالص وحسب الوقت اللي هيطلع لك اشتغل بس دي كلها ارقام افتراضيه المهم ايه ان الارقام اللي يطلع لك تحللها لي صح زي ما هي قدامك خلاص يا الارقام اللي تطلع ارقام بقى منطقيه مش حللها كان هي دي الارقام الصح وهو ده انك قعدت مع اكبر استشاري مدني في الدنيا وقال لك الارقام خلاص حلل بقى الكلام انت ال ال عنده اي استفسار في البروجكت عشان ال ال البروجكت اللي جايه كده نفس ال نفس الكلام بالظبط حل كل واحد منفصل 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 في فايل وتيجي عامل فايل وورد لم لي بقى كل ده ورا بعض هو فاضل كام بروجكت؟ بالترتيب اللي انا نعم فاضل كام بروجكت؟ اما نخلص بقى حلها ربنا لسه يعني الشغل بتاع النهارده ده فيه ثلاث حاجات هناخده هيبقى هي نفس النتورك تمام وهتعمل عليها ثلاث حاجات برضه هي هخترع لك فيلم كده برضه زي ده تمام وتنفذ عليه التلات موضوع اللي انا هدرسهم ان شاء الله بعد الايه انا بعت لكم الباوربوينت الثلاث حاجات اللي هتكلم فيهم ان شاء الله بعد المحاضره اللي هم دول اه الشورت ستروج المينيمال سبالينج تري والماكسيمال فلو بروبلمز التلاته عباره عن نتورك برضو زي بيرت وسي بي ام جبت لك هي نتورك واحده وهنطبق هنا في نفس الكلام يعني التلاته دول هجيب لك نتورك واحده هنطبق عليها التلاته دول احنا يعني كده فاضل لنا محاضره غير النهارده صح ولا دي اخر مره؟ انا نسيت لا لسه الجبنة. في خالص الرابعه في الرابعه, في الرابعة. لسه فاضل لنا مره جميل يبقى انا عندي هيبقى بروجكت على الثلاثه دول بتوع النهارده دي موضوعات صغيره على فكره يعني ما يغركش ان شابتر 5 وشابتر 6 وشابتر 7 لا ده حاجات صغيره واحد 32 صفحه و20 صفحه و12 صفحة. يعني حاجات كده ايه صغيره وفكرتها جميله جدا والسوفت وير بيعملها فدي هيبقى عليها اساينمنت خلاص يعني هقعد كده على بدايه الاسبوع اللي جاي هقعد الفه كده وابعته لك تشتغل ايه تشتغل فيه كده يبقى فاضل لنا كمان واحد يعني على ده وكمان واحد بعديه يقول يبقى كمان اثنين يبقى كلهم اربعه اساينتس اتفضل دكتور كتير نستاذنك يا دكتور الاثنين اللي احنا خدناهم دول كفايه قوي ده يعني احنا نبداهم ونخلصهم خلال الاسبوعين دول يعني انا مش عارف انا نستاذنك فعلا اثنين كفايه قوي والله هنتعلم الباقي فين ما هنتعلمهم هنتعلم اه وكل حاجه بس لا مش لازم لا بروجكت عليهم هتعلمهم امتى؟ انت ما كنتش تمتحن او تاخد ولا هتقراهم تاني طب دكتور, دكتور ما ينفعش نضم المحاضره دي والمحاضره الجايه في أسايمنت واحد يعني عشان بس الضغط هيبقى ماشي يعني. ما ممكن نضمهم في اساينمنت واحد في شوش. ماده تانية كمان وفيها امتحان الاسبوع الجاي يا دكتور والله المحاضره الجايه ده ده ماده ده مادة سهله ده. من ده. تاني الماده الام ار بي دي ماده سهله جدا والله يا دكتور بالنسبه لي تقيله اول مرة ناخدها, مره ناخدها واول مره نفهم يعني ايه ماتيريال بتحط مخزن وكده ف هو انا اللي ده انت هو انا اللي بديهولك ده انت قبل كده؟ ما الاثنين بس الاثنين بس ثانيه واحده بس هو حضرتك هو كل كل التخصص ده خلي بالك كل حاجات هتاخدها اول مره احنا انا قاعد انا والدكتور محمد مقدم بنجهز لكم كورس محترم في الابنتور. اه تمام مصنف. يعني ف... 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 بس هو اللي هيدرسه يعني انا خليه هو هيدرس لكم فانا هدرس لجروب تاني احنا في مد... يعني جروب تاني تخصص تاني عندهم ماده انفنتوري انا هدرسها والدكتور محمد مقدم هيدرس لكم ما خليك معانا يا دكتور ما عشان بس نغير بس شوي. لا والله لا لا نغير بس والله حضرتك يعني خبره كبيره حضرتك ما شاء الله يعني معرفه كبيره جدا احنا لا والله يا ريت حضرتك تكون ما هبقى معاكم في آه دكتور مح... دكتور محمد المقدم بيعمل امتحان فاينل واحنا بصراحه يعني عاوزين لا 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 لا, لا. هي لا, لا هيمشي يعني. لا لا هيعمل زي ما انا شغال بالظبط يعني هنعمل بروجكت زي ما انا شغال يا دكتور محمد اه اللي هو دكتور بس اه اه ماليها انا اجلها عشان بس ترتاحوا مني شويه هتجي بدل كورتر اللي جاي يبقى الكورتر اللي بعده اللي هي عباره عن الدشن كتير وذهب دكتور عايزين مش عايزين نرتاح لا لا والله حضرتك يعني حضرتك خبره كبيره جدا واحنا استفدنا منك كتير جدا يعني حضرتك والله احنا مجهزين للمادة يعني انا بجهزها معاه انا وهو جهزوها وهندرسها انا وهو انا هدرس للجروب وهو هيدرس له تمام؟ وممكن نبدل كمان ممكن اخليه هو يروح يدرس مكاني محاضرتين وانا جاي ومح... يعني هنظبط الايه؟ الدنيا دي لكن كورس الانفنتوري احنا طبعا انتوا درستوا طبعا انفنتوري معايا في الاوبريشنز مانجمنت لا احنا ما درسناش ده لا ما درسناش ما حدش معايا اوبريشنز مانجمنت لا ممكن طلب يعني يا دكتور ممكن حضرتك بس تخلي المحاضرات بتاعت الاوبريشن ممكن ان احنا ناكسس عليها في الـ في التيم هنا لو امكن يعني انا يعني نزلتها انا نزلتها. انا نزلتها كلها على اليوتيوب كل الجديد اهو لسه منزلها من اسبوع اللي هي نزل. اللي هي اللي انا درستها اونلاين بالتفصيل نزلت من اسبوع نزلتها اه انا نزلتها بالكامل الدروب بتاعتنا آه. الترم اللي فات اللي نزل حضرتك نزلتهم الاسبوع اللي فات دي محاضرات احنا تقريبا اه انا نزلتها انا نزلتها, 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 نزلتها. نزلتها نزلت اللي انا شرحته اونلاين على على اليوتيوب استاذ حضرتك بس متاح مدى الحياه لا إيه؟ انا بتكلم على الاوبريشن وال والاحصاء الاوبريشنز انا نزلتها الاوبريشنز مانجمنت هي موجوده قبل كده بس كورس قديم نزلت كورس جديد اللي هو على السوفت وير والكلام ده كله نزلته ده اللي انا شرحه اونلاين لمجموعه من المجموعات مش عارف بقى انهي مجموعه ممكن تكون انتوا غيركم المهم نفس الكلام يعني <applause> الاحصاء آه. <صحيح. تصفيق> <صحيح. تصفيق> لكن هو هو نفس الكلام هو هو نفس الكلام سواء <applause> مجموعه تانية او انتوا هو هو نفس الكلام مفيش جديد نزلت بالكامل ولا والستاتستكس برضه نزلت كورس جديد ليه كله مم. جددت لسه الكلام ده من اسبوع هتلاقي حتى كاتب عليه 2023 يعني الستاتستكس كان ودت... دقيقه تمام انا يا دكتور بس. انا خلاص يلا يعني بينا آه خلاص يبقى هنرجع ميعادنا ان شاء الله الساعه ايه 2 وربع باذن الله المحاضرات كلها انا جددتها على اليوتيوب اللي عايز يخش يبقى يبص وسميتها حتى 23 الـ SPSS فيرجن 26 دلوقتي اللي كان موجود الاول 25 يعني جددت الايه اللي موجود على اليوتيوب الناس بس ترجع بصوا عليه تاني ولو في اي فيدباك اتفضلوا يبقى اشوفكم الساعه 2 وربع ان شاء الله بعد الصلاه باذن الله